مساء الخير جميعا. هننتظر شوية لحد السادة المودريتورز اللي بيبقوا معانا ما ييجوا. مساء الخير دكتور أشاذة، هل صوتي واضح؟ أنا بجرب النهاردة الريبلاي الجديد بتاع الكلاب هاوس. أهلا دكتور سامر. صباح الفل. يا صباح الورد، صباح الفل عندك انت بس. احنا بس عندنا صباح، وانا المشكله عندي الساعه كم عندك دكتور سامر؟ 9 9. ده ويست كوست. انا كمان عندي ميتنج بنفس الوقت، فانا راح اكون راح ادخل راح اطلع، يعني قدر استطاعتي راح اكون موجود، لكن طبعا البركه فيكم والمودريشن عند الدكتوره شذا. اهلا وسهلا في كل الموجودين معانا، الله يحييكم ان شاء الله في اسال بتاع الفيزياء مع البروفيسور معتز والدكتوره شذا، وان شاء الله معانا كمان ضيوف كرام دكاتره بالفيزياء راح يساعدوا في اجابه كل اسئلتكم الخاصه بالفيزياء. فاذا ما انضميتوا لملتقى العلوم الكلب الجميل جدا اللي باداره البروفيسور معتز، فيا ريت لو انكم تنضموا له وتتابعوا الدكتور معتز والدكتوره شذا ايضا، بيفتح رومات أكثر من رائعة في مواضيع علمية مختلفة، وإن شاء الله بتكونوا سعداء بالمحتوى اللي بقدموه. وأنا سأكون معكم إن شاء الله إذا قدرت، لأنه أنا في اجتماع بنفس الوقت، لكن إن شاء الله سأكون. والمايك معك يا شذا، تفضلي علشان أو إذا دكتور معتز حابب تعطي مقدمة برضو للموجودين إذا بدأت التسجيل كل شيء. هو أنا مش هسجل لايف دلوقتي على الفيسبوك المرة دي، أنا هجرب البلاي بتاع الريبلاي حلو على فكرة. أنا البيت كله خدت الريبلاي المرة اللي فاتت وعملت منه فيديو بتاع اليوتيوب. طيب اسمحوا لي إن أنا أقول الديباجة المعتادة دي، الروم الأسبوعية بتاعت عندك سؤال فيزيائي اسأل بتاع الفيزياء، وإحنا عملناها عشان خاطر في ناس كتير بيبقى عندها أسئلة في الفيزياء بالتخصصات المختلفة، يتفضلوا يشرفونا. اهلا وسهلا، بنحاول ان احنا نخلي كل سؤال وجواب في حدود 5 دقائق بكتير، ويعني الروم بتتسجل بالنظام الريبلاي وبعد كده بتتحط على بحطها على اليوتيوب في القناة بتاعتي، هحط لينك للقناة بتاعتي كمان دقيقة. طيب احنا ممكن نبتدي ولا ايه؟ ايه رايك يا دكتورة يا دكتور؟ انا من رأيي نبتدي. نعمل بعد. ممكن تفتح موضوع علشان يكملوا الناس الأسئلة عليه إذا بتحب. ماشي، إذا كانش حد رفع إيده لسه ممكن، أنا مش شايف حد في الريز خالص، فممكن نفتح موضوع. أنت تعطينا مقدمة عن أي شيء مثلا في موضوع مهم طيب. فيزياء دائما بتتسأل عليه. ممكن واحد من المواضيع اللي كنت بفكر أعملها روم منفصلة وبعدين خطر ممكن نستعمل المادة بتاعتها دلوقتي، يعني هي في الفيزياء بالذات احنا بنعرف طبيعة الأشياء ازاي، وده موضوع يعني interesting اعتقد وناس كتير بتتلخبط فيه. يعني كتير بيجيني اسئلة من نوعية انت عرفت وجود الشيء الفلاني بصورة مباشرة ولا بتأثيره؟ الحقيقة السؤال ده دايما بيلخبطني في الإجابة لسبب بسيط، انه بصورة مباشرة يعني ايه؟ يعني ما بتبقاش واضحة بالنسبة لي يعني ايه صورة مباشرة. احنا دائما عندنا في الفيزياء الاشياء بتأثرها دائما ابدا، يعني هتقولي الله طب يعني مش بتشوفه بعينك مثلا، اقول لك لا، ما هو يعني حتى رؤية العين تعتبر تأثير من المؤثرات، ولذلك علشان خاطر وتأثير من المؤثرات اللي ممكن تضحك عليه كمان يعني، ولذلك عشان خاطر الجماعة بتوع الفيزياء يضمنوا انه عرفوا حقيقة وجود شيء، بيحاولوا يحولوا كل المشاهدات بتاعتهم لأرقام معادلات، لأن الأرقام معادلات لا تكذب، ومن المستحيل ان انت يعني تطلع منها غير بconclusion واحد او استنتاج واحد فقط لغير، يعني ان في حاجة لها مواصفات معينة ومن الصعب ان انت تديها interpretation أو تفسير مختلف. يعني على سبيل المثال لما تيجي تقول لي عرفت الإلكترون إزاي موجود، هقول لك عرفت الإلكترون موجود بإني رصدت الحركة بتاعته في مادة أخرى. كان زمان مثلا في القرن التسعتاشر وبداية القرن العشرين لما ابتدوا يرصدوا الإلكترون، هي تومسون والناس دي كلها،
كانوا يعملوا ايه؟ كانوا يعدوا البيم اللي هم متخيلين ان هو معمول من جسيمات صغيره في ماده كده عامله زي الجيلي، ويشوفوا بعينهم مش الجسيم نفسه ولكن يشوفوا التراك بتاعه في الماده دي، بحيث انه يقدر يقول انا هنا شايف ان في حاجه بتحرك هذه الماده. طب الحاجه دي خواصها ايه؟ لا ده انا اقدر احسب شحنتها عشان خاطر بتنحرف من المجال المغناطيسي بالطريقه الفلانيه، ده انا اقدر احسب كتلتها لما عادلها مع مش عارف قوه اخرى وهكذا. فدائما ابدا عندنا الرصد في الفيزياء هو رصد غير مباشر. يعني انا يعني كلمه حتى رصد مباشر دي ما لهاش معنى في الفيزياء، لان حتى لما تقولي شفت الشيء بعيني انا في الواقع ما شفتوش، يعني انا شفت تاثيره، شفت الفوتونات المنعكسه عنه اللي استلمها جهاز رصد اسمه شبكيه العين اللي ارسل رساله كهربيه للمخ اللي المخ ادها صوره. لكن ولهنا حتى كلمه الرصد المباشر بالنسبه لنا بتتحول في النهايه الى جهاز بيرصد وعقل بيفكر. فده يمكن الموضوع طبعا كبير وممكن اخش في امثله كتير قوي، بس زي ما قلت قبل كده انا كنت بفكر اعمل له روم لوحدها علشان نخش في تفاصيل، بس قلت يمكن نفتتح اللقاء النهارده بموضوع كده خفيف او يعني انترودكشن خفيفه لاحد المواضيع في الفيزياء. طيب انا شايف معانا موضوع جميل يا دكتور. انت عارف احنا برضو لانه من ضمن الاشياء اللي لازم ناخدها بعين الاعتبار تاثير الرصد على الشيء المرصود. يعني اذا انت ترصد شيء متحرك مثلا، فعمليه انت لازم تاخذ في بعين الاعتبار تاثير الشيء اللي انت بتشعه على الشيء اللي بتحرك، هذا اولا. تاثيرك انت اثناء حركتك، انت بتشوف الاشياء بشكل مختلف عن لما تكون ثابت. تمام، لازم تاخده ايضا في عين الاعتبار. كل ده بيتاخد في الاعتبار بانك بتصمم تجربه افضل وافضل بتطلع فيها اللي احنا بنسميه ده اللي حضرتك قلت عليه بنسميه باك جراوند نويز، يعني اللي هو الحاجات اللي انا مش عايز ارصدها. انا مش عايز ارصد تاثيري انا على الشيء، انا عايز ارصد الشيء كما هو. فالجماعه بتوع الاكسبيرمنتال فيزيكس بيطلعوا بقى يعني مور اند مور جينيوس ميثودز ان هم يعملوا رصد هذه الاشياء. طيب طالما احنا معانا اصدقاء على البانل فناخد بالدور. اعتقد الاستاذ دكتور هشام اول واحد. تفضل يا دكتور هشام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هو انا سؤالي بالظبط على نفس الموضوع، سبحان الله. يعني دلوقتي انا لو انا لا بالصدفه عندي... انا على نفس الموضوع ولا سؤال جالك وانا بتكلم؟ لا هو لا بالصدفه، هو فعلا على نفس الموضوع. كويس سبحان الله. دلوقتي حضرتك انا علشان لما بستخدم التلسكوب علشان اشوف النجوم، فانا النجم اللي انا بلقط ضوء النهارده وهو مش طالع النهارده، لا هو طالع من على حسب المسافه. يعني لو نجم على بعد 4 سنين ضوئيه يبقى انا ده اللي هو اقرب نجم، فانا بشوفه بعد اربع، فانا الضوء اللي بشوفه النهارده ده صدر من 4 سنوات، و500 سنه ضوئيه صدر من 500 سنه، و1000 سنه ضوئيه صدر من 1000 سنه. طيب هل احنا لدينا تكنولوجيا تمكننا من رؤيه احداث حدثت على بعد 13,000 مليون سنة ضوئية اللي هو البيج بانج، بحيث ان احنا نقدر نشوف البيج بانج اثناء حدوثه، ولا لسه ما وصلناش لهذه التكنولوجيا؟ بس هي الحقيقه مش البيج بانج، ليه؟ سبب بسيط، ان الفوتونات اللي هي جسيمات الضوء اللي حضرتك التلسكوب بيجمعها لم تنشا الا بعد البيج بانج فتره، مش فاكر قد ايه الرقم، لو الدكتور سامي يمكن حافظه، حوالي 300,000 سنة. بس ملاحظه ممكن شرح الفوتون. نعم، الفوتونات هي جسيمات الضوء. جسيمات الضوء بمعنى ان التلسكوب بيعمل ايه؟ بيلم ضوء، بيلم فوتونات، كل ما زادت عدد الفوتونات اللي داخله التلسكوب كل ما زادت دقه الرصد. فاحنا بالفعل كل ما نبص لقدام كل ما بنشوف لورا، ده حقيقه زي ما حضرتك تفضلت، ولكن عندي حد اقصى اللي هو الفتره اللي اتكونت فيها هذه الفوتونات، وهي اعتقد 300,000 سنة ولا حاجه زي كده. هنا هو دكتور في مشكله كمان، انه اصلا الكون ما كانش شفاف قبل هذا الوقت، فكانت الفوتونات حتى لو كانت موجوده مش هتقدر تتمر. ما كانش في حاجه، يعني كله بيمتص وكله بتاع، انما الفوتونات الحره اللي توصلني لم تنشا الا بعد هذه الفتره، وانا بشوفها في صوره مايكرويف، ولذلك هو ده اللي بيسموه الكوزميك مايكرويف باك جراوند، اللي هو الفوتونات الضوء اللي جايه بطول موجي عالي بحيث انها اصبحت مايكرويف بتصلني من يعني من فترة 300,000 سنة بعد بداية الكون تقريبا، إذا كان الرقم دوت صحيح. يعني أنا مش متذكر، ما بين 400,000 سنة يعني حوالي 300,000 سنة تقريبا بالضبط. فأنا ما قبل ذلك لا أستطيع أن أراه بصورة مباشرة، ولكن أستطيع أستنتجه من تأثيره على الكوزميك مايكرويف باك جراوند،
واستنتجه من النظريات اللي عندي. يعني انا عارف مثلا ان في طاقات معينه كان في نظريات بتعمل بشكل معين زي الالكترويك ثيري وهكذا، فبقدر استنتج اللي حصل ما قبل ذلك واطبقه بالرصد بتاع الكوزميك مايكرويف باك جراوند. اتمنى نكون عرفنا نجاوب سؤال حضرتك. هو بس كنت فاضل جزئيه صغيره، ما هو اقصى بعد نقدر نشوف قطر الكون المنظور؟ حوالي 45 مليار سنه ضوئيه. اوكي دكتور هشام شكرا. ننتقل لايوب. ايوب اتفضل. السلام عليكم استاذ مهتف، اتمنى ان تكون بخير. شكرا على نشر كل هذه المعلومات، انا من اسد المعجبين بمعلوماتك وبما تقدمه. سؤالي سيبدأ بمقولة للفيزيائي البريطاني اللورد كيلفين عندما قال لهم سنة 1900 بأن الفيزياء قد انتهت. نعم. ثم جاء بعد ذلك أينشتاين وأثبت أن هناك ما يسمى الفيزياء الحديثة التي تتعدى الفيزياء الكلاسيكية وجاءت هذه الفيزياء الحديثة نظرا لمجموعة من الأمور التي لم تتمكن الفيزياء الكلاسيكية من إجابة عنها كشدود مدار عطارد مثلا أو غيرها من الأشياء. نعم. فأنا سؤالي وهو السؤال صراحة الذي أبحث عن إجابتي له منذ مدة، وهو هل من الممكن في يوم من الأيام أن نكتشف أن كل التفسيرات التي تقدمها الفيزياء الحديثة لا على المستوى الكوسمولوجي بالنسبة للنسبية الخاصة والعامة ولا على المستوى الدقيق بالنسبة للكوانتوم فيزيكس، فأنا أقول هل يمكن في يوم من الأيام أن يثبت بأن كل التفسيرات المقدمة من الفيزياء الحديثة هي تفسيرات يجب إعادة النظر فيها، خاصة أن بناؤها ويمكن أن تصحح لي أستاذ معتز أن بناؤها في الأساس هو بناء رياضي، وأن كل تجارب ربما أو لن أقول كل تجارب إنما أغلبية التجارب هي عبارة عن تجارب ذهنية. نعم أنا فهمت سؤالك. الإجابة لن يحدث أبدا أن النظريات الفيزيائية التي نعتمدها اليوم أن تلغى، خلي بالك من كلامي، لن يحدث أن تلغى، يحدث أنها تتطور إلى الأفضل، أكتشف نظريات أوسع منها وأشمل منها وأكثر استيعابا للظواهر، ولكن ستظل النظريات اللي أنا بشتغل بها النهاردة حالة خاصة من النظريات الجديدة. ليه أنا واثق قوي هذه الثقة أنها لن تلغى؟ لسبب بسيط، إن حضرتك لما بتقول إن ملهاش تجارب وهي كياسة غير الرياضيات ده غير صحيح. كل النظريات اللي بشتغل بيها النهاردة الكبيرة زي Special Relativity, Generativity, Non-Relativistic Quantum Mechanics, Quantum Field Theory، كل هذه النظريات الأساسية مثبتة معملياً بما لا يدع مجال للشك إنها بتشتغل في نطاق معين، وليس فقط ذلك بل أضيف على حضرتك إن كثير من هذه النظريات لها تطبيقات حضرتك بتستخدمها. في ناس كتير بتقول لي الكوانتم ميكانيكس تطبيقاتها ايه؟ اقول لك يا فايدي الفاضل، الكوانتم ميكانيكس من غيرها لم يكن لا يوجد شيء اسمه الترانزستور، اللي من غيره لم يكن لا يوجد شيء اسمه الالكترونيات، اللي من غيره لم يكن لا يوجد شيء اسمه التليفون اللي انا ماسكه في ايدي ده. النسبية الخاصة تطبيقاتها ايه؟ انا شفت معامل كتير فيها كل التطبيقات النسبية، وبشوف تقليل التايم دايليشن، وبشوف اللينس كونتراكشن، وبشوف الكلام ده كله، بل بالعكس معادلات النسبية الخاصة والعامة يستخدمان الآن في موضوع الجي بي اس مثلا اللي حضرتك بتستخدمه، وهو أحد التطبيقات المشهورة لكل من النسبيتان. الجي بي اس من غير معادلات النسبية الخاصة والعامة مع بعض يخطئ في تقدير مكانك وانت بتستخدمه عشان تصل إلى العنوان الذي تريد أن تصل إليه، يخطئ بدرجة كبيرة بمعدل كيلومترات. فلذلك أنا واثق إن هذه النظريات لن تلغى لأن تطبيقاتها واضحة والتجارب اللي اتعملت عليها مثبتة، ولكن ده لا يمنع إنها هكتشف في يوم من الأيام إنها حالة خاصة من حاجة أعم منها، ده طبيعي جدا وده التطور الطبيعي للعلوم. أتمنى أكون جاوبت على السؤال. طبعا شكرا شكرا جدا. العافية. على فكرة دكتور أيوب، إحنا عندنا تاريخيا عدة أسبقيات لهذا الموضوع، يعني احنا بداية كان في عنا احنا قوانين كيبلر للحركة الكوكبية اللي اكتشفنا فيما بعد انها حالة خاصة من قوانين نيوتن، اللي اكتشفنا فيما بعد انها حالة خاصة من قوانين اينشتاين، وبهذه الطريقة احنا وجدنا انه ولا واحد منهم لغناه،
يعني قوانين كتلة الحركة الكوكبية لسه بنستعملها الآن. إذا كنت أنت مش محتاج لدقة عالية تيجي أنت لقوانين نيوتن ممكن لسه تستعملها إذا أنت كنت ما مش بحاجة لدقة مثل وجودك بجانب مصدر كتلة كبير جدا أو عندما تتحرك بسرعة كبيرة من سرعة الضوء نستعملها حتى الآن. ونفس الشيء بالنسبة للنسبية العامة نستعملها لما إحنا بنتعامل مع السرعات العالية والأجسام الكثيفة ولكن ما بنستعملهاش لما نتعامل مع الأجسام الصغيرة جدا. وهكذا في أشياء إحنا بنكتشف إنه دائما هي حالات عامة من حالات خاصة إحنا اكتشفناها في البداية لكن إحنا كنا بحاجة لهذه الخطوة علشان نوصل للي أدق منها، بدونها ما بنقدر نوصل للأدق. وهي يعني عملية تطور خلينا نحكي ايتريتيف، يعني كل ما نوصل لمرحلة نوصل لمرحلة بعديها. أما هل سيأتي اليوم اللي حنلغي كل اللي قبل؟ ما أظنش أنه هذا الشيء عمره رح يحصل، لأنه كل اللي حصل، شوف لما أنا أعطيك إجابة سؤال أنا قلت لك واحد زائد شيء يساوي اثنين وإنت قلت لي الجواب هو واحد، وبعدين اكتشفنا أنه الجواب هو أنك أنت ما كانش عندك واحد أصلا، أنت كان عندك واحد وواحد من عشرة والجواب الصحيح هو تسعة من عشرة، الجواب بيبقى صحيح، الجواب الأصلي بيبقى صحيح، أنت بس زدت الدقة اللي أنت عمالك بتقيس فيها وزدت الدقة اللي أنت وضعت على معادلاتك واكتشفت أنه المعادلة تبعتك الأولى كانت صحيحة ولكن الجديدة أكثر صحة من القديمة، فبصير بتستعمل الجديدة. بس أعطيكم العافية. أنا أتفق، لدي تعقيب أستاذ إذا أمكن. أنا أتفق ولكن لدي ملاحظة، الملاحظة بسيطة وأنه عندما اكتشفنا مثلا قوانين نيوتن وكان لها استعمالات وبعد ذلك اكتشفنا أن حالة خاصة من قوانين النسبية مثلا في تفسير الجاذبية وتفسير مجموعة من الأمور الفيزيائية، ولكن اليوم يعني أنا ألاحظ بأن الفيزياء أصبحت موجهة علميا ويمكن للأستاذ معتز أن يصحح لي هذا الأمر، فنحن أصبحنا نقول بأن هناك حقلين، هناك نسبية، هناك كوانتم فيزيكس، والنتيجة الحتمية هو أن تكون لدينا بعد ذلك نظرية الحق الموحد تجمع بين النظريتين. وأعتقد أن هذا التوجه أو أن هذا التوجه العلمي لن يفيد العلم، أعتقد لن تعلم إذا كان سيفيد العلم أو لا إلا أن تجده. يعني أنا دائما بقول ما هي الفائدة المطلوبة؟ يعني أنا بعمل علم ليه؟ عادة العلماء اللي بيكتشفوا هذه الحاجات بيكتشفوها عشان هم عايزين يعرفوا، عندهم فضول. ولكن بالنهاية دائما وأبدا وحصلت كتير في التاريخ إن النظريات اللي احنا بنكتشفها عشان خاطر عندنا فضول إننا نعرف ونتعلم بنجد لها تطبيقات بتساهم في الحياة الحديثة وبتساهم في الهندسة والتكنولوجيا وما إلى ذلك. فمن الصعب أن أقول إن الاتجاه اللي ماشي حالياً سيكون له فائدة أم لا غير لما أعرفه ووصل له أصل. أدي كل حكاية من الصعوبة ذلك يعني. شكراً أيوب، شكراً دكتور معتز، دكتور سامر. ننتقل لعبادي. عبادي معلش ممكن أستأذن بس يعني لو ما ينفعش. أهلاً أهلاً يا عمر، إزيك؟ ممكن أسكيب الدور وأسأل سؤال عشان أنا لازم أمشي أرجع الشغل، ولا لو مش مسموح عادي يقولولي؟ لا اتس اوكي، انت صديق البرنامج، اتس اوكي. نستأذن من الثلاثه اللي قبلك، ايش رايكم؟ ما انت مشكله، اتفضل عمر. تمام معلش بقى، انا عايز الليسنرز يعني يسامحوني، انا هسأل سؤال فني شويه سيكا يعني، بس انا بصدق لي دكتور معتز، انا مسحول اصلي في القصه بتاعت الايكبايروتيك سيكليك يونيفرس دي، فهقرا بس باراجراف بسرعه كده من البيبر ومش طويل قوي يعني. الراجل بيقول ايه، ان البيج بانج بيج كرانش ترانزيشن از ذا ليدنج كونسرن اوف كوزمولوجيستس ريجاردنج ذا سيكليك ثيوري، اف ذس هيردل كان بي كونسيفبلي سرماونتد ذن ذا سيكليك موديل ويل بي جنرالي ريكوجنايزد از ا ثيوري ذات نوت يونيفايز كوزمولوجي ان ان ابيلينج واي but also gives a new perspective on time, allowing the possibility that time exists long before the Big Bang and perhaps infinitely many cycles into the past. Note though that the cyclic model is compatible with there being a beginning. One could imagine that the sudden creation from nothing of two infinitesimal spherical brains arranged concentrically, both of which undergo continuous expansion and collision, both would grow enormously,
with every new cosmic cycle, after several cycles, the brains would appear very flat and parallel to any observer. Since all traces of previous cycles is diluted exponentially over the course of our period, there will be very little difference between this universe with a beginning and a universe with two brains colliding eternally. السؤال يا عمر. عمر انت انت عمالك تتكلم عن قصه البيج كرانش في حاله السؤال انا فهمت الموضوع بس اسال قبل ما انسى اللي انا سمعته. طيب تمام. السؤال بقى انا بصراحه الحجه بتاعه المؤمنين اللي هي بتاعه ان ما ينفعش يبقى في عدد لا نهائي من العلل دي مقنعه بالنسبه لي، يعني مش قادر اتغلب عن الاحساس بتاع ان ازاي يبقى في عدد لا نهائي من الاحداث في الماضي ونوصل للحاضر. هاو يعني انت كده ده انت سالت سؤال ملوش علاقه بالفقره اللي انت قريتها بالظبط، يعني سؤال ملوش علاقه، احنا ما بنتكلمش لا بالايمان الفقره اللي انت قريتها بعد ما خلتني اركز واسمع الكلام الجميل اللي انت قريته، انت سالت سؤال ملوش علاقه بالفقره دي خالص. الموضوع الموضوع انت بتسال بمنتهى البساطه، فهمت؟ انا عايز افهم دي من كلمه مؤمنين، انت بتتكلم عن راي الفلاسفه، الفلاسفه اللي بيقولوا ما فيش حاجه اسمها تسلسل لا نهائي في الماضي، لا الفيزياء فيها، ما عندناش مشكله خالص في الفيزياء في حكايه ان ان الزمن لا نهائي في الماضي او ممكن يكون لا نهائي في الماضي. انا ما عنديش مشكله ليه، لان المعادلات بتاعتي سيمتريكال، انا ما ببصش عليها بان هي بنظريه اصل لازم ينتهي ما لا ينتهي، وبنظريه اصل مش عارف الرصاصه والعسكري والحواديت دي كلها، انا ما ببصش كده خالص. انا ببص لها ان انا عندي معادلات بتصف حركه الكون، وهذه المعادلات فيها الزمن، هذه المعادلات فيها سيمتريه عاليه جدا، ان انت لو قلبت الزمن يمين من ورا لقدام او من قدام لورا تستمر المعادلات في نفس الشيء في نفس الحركه بتاعتها. كون ان انا في نقطه ما على هذا الخط اللانهائي ده لا يعني ان مفيش قدامي لا نهايه ومفيش ورايا لا نهايه، اللي ورايا ده بيرسبشن بتاعي انا المراقب، ولكن الزمن في هذه من هذه النظره او من هذا الفكر ملوش علاقه بنظرتي انا كمراقب، واخد بالك؟ ممكن يمشي اتجاه من الاتجاهين. المعادلات تقول ذلك، المعادلات تقول ان ذلك شيء ممكن، بس يمكن وكونه يتحقق دي حاجه تانية، سواء في الايك بايروتيك سايكليك يونيفرس او في السايكليك يونيفرس العادي من غير ايك بايروتيك. اصل ايك بايروتيك دي معناها يور اسيومينج ذا بريزنس اوف برينز، ودي قصه تانية خالص، عشان كده بقول انت سالت سؤال ملوش علاقه بالفقره اللي انت قريتها. ده في حاجه كمان فيها اسمها ايترنالي انفليتنج يونيفرس، في موديل لطيف جدا ان اليونيفرس بتاعنا هاز بين ايترنالي انفليتنج فور ايفر في الماضي، وان البيج بانج ليست الا مرحله من مراحل هذه الايترنال انفليشن. كل دي مودلز موجوده رياضيا مسموح بيها، ما فيهاش مشكله خالص. هل هي حقيقيه ام لا؟ دي قصه ما نعرفش الاجابه عليها، ما نقدرش نرصدها. طب انا مش مش باينه عندي، ولكن يعني الرياضيات بتقول لي انا في الاتجاهين ما عنديش اي مشكله. تمام. عشان كده تلاقي الناس ايه تقول لك انا ما عنديش مشكله في المستقبل اللانهائي، بس عندي مشكله في الماضي اللانهائي. الرياضيات بتقول له لا بقى، انا ما عنديش مشكله في الاثنين لان الاثنين زي بعض بالنسبه لي، كل الفرق ما بينهم علامه نقص مش اكتر من. طب هسال سؤال عشان احس ان انا فهمت، يعني دلوقتي اولا انا ما عنديش مشكله خالص في قصه يتحقق في الواقع، من حقش انا مش فارق معايا، انا عايز اعرف هل ده ينفع ولا ما ينفعش بغض النظر. أيوة ينفع. كان طيب هسال سؤال عشان احس إن... طب معلش خلاص الدور. طيب انا الحقيقه برضو يعني انا مستغرب ان في اسئله كتير بتتسال في مواضيع كان في بالي ان انا اعمل لها روم منفصله، من ضمنها الموضوع ده بالذات. فلو لو قررت اعمل روم في الموضوع ده بالذات، موضوع اللانهائيات في الفيزياء، I'll be sure ان انا اندهلك. طيب تمام. خلينا بس نرحب بالدكتور محمد شمري برضه اللي انضم لنا على البانل. اهلا اهلا دكتور محمد، غرام التاخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا احبتي واعزائي. لا والله لا يطيق قلبي وعقلي فراق هذه الجلسه الجميله، اجيكم وانا كل شوق. تحياتي للجميع، عليك فرض قهوة للجميع على حسابك، لكن المتأخر دائما بيجيب قهوة أبشر أبشر عندنا قبل. أنا عايز قهوة ودونت. لا دونت هاي عندكم أنتم الأمريكان، إحنا جماعة يقولوا شب النار شبها، خلاص الضيافة عندنا إن شاء الله. يا أهلا بك، طب نورنا والله. قهوة وخروف محشي لو سمحت.
وحتى لو حضرتك مشغول بس يعني يا ريت تشرفنا برضو. والله 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 لا يمكن ان افارق هذه الجلسه الجميله، اسمع الاخوه السائلين واجاباتكم الممتعه، نتعلم منكم يا بروفيسور والاستاذ سامر الدكتوره شذا، بارك الله فيكم جميعا، الله يعطيكم. منور الروم دكتور حبيبتي، الله يخليك يا دكتور، الله يخليك. ننتقل طيب لعبادي. اهلا، مساء الانوار، حيا الله الدكتور محمد الشمري. انا صراحه ما اقبل قهوه لانه مستحيل اخذ منك القهوه، انا اللي اقدم لك القهوه، انت استاذنا الكبير، حياك الله. الله يجبر بخاطرك، الله يرفع قدرك، ربي يحفظك يا رب استاذ عبادي، والله مستحيل. امين ان شاء الله، والله الشوق اكثر لك يا استاذي، حياك الله. انا كان عندي سؤال للبروفيسور معتز، انه يعني هل الجاذبيه مساويه لسرعه الضوء؟ يعني لو اختفت الشمس فجأة يعني نحن ما راح نعرف إلا تقريبا بعد 8 دقائق. نعم. وليش يعني وليش هذا ما ينطبق مثلا على موضوع توسع الكون وتباعد المجرات؟ يعني اللي أنا أعرفه إنه التوسع بيأخذ المجرات يعني في أحيانا بيكون أسرع من سرعة الضوء. نعم نعم. ليش هذا ما ينطبق؟ أنا هقول لحضرتك، الجاذبية انتقال الجاذبية بيكون في صورة موجات، وهذه الموجات حسبت ورصدت بسرعة الضوء تماما. هي لازم تكون بسرعة الضوء لأسباب ليها علاقة بالمعادلات النسبية العامة. أما بالنسبة لتمدد الكون، تمدد الكون ليس حركة مادة ولكنها حركة السبيس تايم نفسه بتاع الكون، وده مسموح له برضو طبقا لنفس المعادلات، ولكنها ليس في صورة جرافيتيشنال ويفز، مسموح له أن يكون بأي سرعة. هذه السرعة بالنسبة إلينا نحن، خبال حضرتك، لان انا بقيس السرعه باستخدام هابلز لو. هابلز لو بيقول لي ان السرعه تتناسب مع المسافه بلا حد اقصى، وده مستنتج من نفس المعادلات النسبيه العامه. الاثنين مختلفين عن بعض. تاثير الجاذبيه بقى ينتقل من نقطه لنقطه، ده بيكون بسرعه الضوء بالظبط زي ما حضرتك تفضل. هو دكتور معتز بيسموه تاثير السببيه، يعني من ضمن الاشياء انك انت هذا اللي هي اقصى سرعه، مش سرعه انتقال الفوتونات احنا قصدنا، اللي هي عاده قريب هي سرعه الضوء في الفراغ، لكن في اماكن اخرى مختلفه، لكن بالنسبه للجاذبيه هي سرعه انتقال السببيه. يعني لو اختفت الشمس فجاه احنا مش هنعرف الا بعد 8 دقائق وشوي من حدوث هذا الحدث، لانه هذا الوقت اللي الشيء يوصل المعلومه هاي ممكن توصلنا من الشمس الى الكوكب اللي هو دائما ماشي في المدار الخاص فيه بسبب الجاذبية، أو هو واقع في تحت تأثير الجاذبية. هذا التأثير ما رح يتلغي إلا بعد وصول معلومة أنه وهذا الجسم اللي كان يأثر عليك بطل موجود، وهذه المدة تأخذ اللي هي سرعة الضوء. اللي تكلم عنه دكتور معتز اللي هو سرعة تمدد الكون، هذا شيء مختلف تماما عن الجاذبية، ولكن لها علاقة بسرعة وصول معلومات، وأيضا مما هو بعد أو الأفق الموجود عندنا إحنا بالنسبة للكون، لأنه هذا الأفق بيبتعد عنا في بسبب تمدد الكون كلما زادت المسافة. يعني هي معادلة تفاضلية متغير فيها المسافة بالنسبة لنا مش بس الزمن، فهذه توضع بعين الاعتبار. إن شاء الله ما أكون ضيعتك وأنا بجاوب. لا هروب بسرعة الضوء. أنا الصراحة ضعت، أنا ضعت، أنا ما هروب بسرعة. طيب أنا هقول لحضرتك حاجة تانية. Let's say إن أنا برصد مجرة بتبعد عني مسافة معينة ومشي بعيد عني بسرعة معينة، هذه السرعة تتناسب مع المسافة اللي بيني وبين هذه المجرة. بعد ما المسافات دي تبعد، يعني لو بصيت على مجرة تانية هلاقي السرعة بتزيد، لو بصيت على مجرة تالتة هذه السرعة بتزيد. ده بالنسبة لي أنا كمراقب، ولكن لو أنا في مجرة أقرب ليها هشوف تباعد هذه المجرة عني بسرعة مختلفة أقل من السرعة اللي أنا شايفها كمراقب. فالسرعة هنا هي سرعة نسبية بالنسبة للمراقب نفسه، وهي سرعة تمدد النقاط المختلفة في الزمكان، ولكن ده ملوش علاقة بانتقال موجات الجاذبية من نقطة إلى نقطة، ده موضوع تاني منفصل، مش عارف أوصفها أو أشرحها أبسط من كده إزاي. دكتور محمد هل عندك إضافة تحب تضيفها؟ والله هو يعني كثير نسأل هذا السؤال، لكن عشان نوضح الموضوع، هو الطبيعة البارتيكلز الموجودة اللي نعرفها كلها تسير هي بسرعة الضوء، لكن لخصائصها واكتسابها للماس، اللي ما يكتسب ماس يصير بسرعة الضوء. سرعة الضوء هي سرعة القصوى في هذا الكون بأكمله.
لكن الكون بحد ذاته هو الذي يتمدد، ما جبت شيء جديد. لكن مشان نقرب الصورة لكم، لو تخيلنا هناك أنبوب من الماء، داخل هذا الأنبوب سرعة معينة للماء يمضي فيها، نقول سرعة الضوء. الآن لو تمدد هذا الأنبوب بأي اتجاه، الماء اللي داخل هذا الأنبوب ما راح يتغير سرعته، هو سرعته ثابتة، لا يمكن أن يمر شيء داخل هذا الأنبوب إلا بسرعة الثابت اللي احنا حاطينه سرعة الضوء. أما الأنبوب نفسه عندما يتمدد هو ليس له علاقة فيما يجري في داخله، والكون كذلك بهذا الشكل ممكن تأخذها، لأن الكون يخضع إلى قوانين الفراغ الكوني أو الفاكيوم سبيس أو السبيس تايم، إلى السماحية والنفاذ، فهي اللي محددة سرعة الضوء. فلو في سماحية ونفاذ أكبر من ذلك لكان الضوء أسرع من ذلك، ولكن لا يمكن أن تكون، لأن قيمتها هي تأخذ القيمة التي نتيجتها يظهر لدينا سرعة الضوء. فالسماحية والنفاذ مهما تمد الكون هي فراغ، وهي بهذا الشكل، فلا يمكن أن يكون هناك شيء أسرع من الضوء. فلذلك الفوتون والجلوان هما الجسمين القادرين على هذه السرعة، لكن الجلوان مساحته ضيقة لأنه لا يتخلق إلا في ما بين المسافة ما بين الكواركات، وهذا على النووية القوية. أما الضوء كهرومغناطيسية لا نهائية، ماشي من منبعه إلى اللانهائية سيكون هناك كهرومغناطيسية. والجاذبية نفس الشيء، موجاتها لا نهائية وبسرعة الكهرومغناطيسية، أي بسرعة الفضاء، لكن العائد هو لطبيعة الفاكيوم سبيس السماحية والنفاذ. شكرا شكرا. أنا صراحة فهمت الموضوع. وعبادي كيف فهمت القصة؟ فهمت السؤال ولا عندك؟ أيوة فهمت، بس عندي كان السؤال الأخير اللي هو الموجات الجاذبية نفسها، يعني هل هي تصير عبر الزمكان اللي هو نسيج الكون نفسه، ولا لها جسيمات معينة زي الضوء مثلا عند الفوتونات، أو عنده أثير معين تصير فيه؟ إيش اللي يحمل الموجات هذه؟ شوف حضرتك، بس شكرا لكم. هذا لا تفضل، لا ده سؤال مهم جدا. الموقف الآن هو زي ما كان في القرن 19، هل الضوء مادة كتلة يعني أو جسم ولا موجات؟ إحنا النهاردة نعلم إن الضوء هو الاثنين، الضوء زيه زي الإلكترون، زيه زي أي سب أتوميك بارتيكل، هو موجات. وفي نفس الوقت هناك الكوانتم لهذه الموجات اللي إحنا بنشوفه في صورة بارتيكل بتتحرك في هذه الحالة هي الفوتون. الجاذبية نفترض إنها نفس الشيء، خلي بالك من كلمة نفترض دي لأن لم يؤكد معمليا بعد. نفترض إنها تموج في الزمكان ينتج عنه الموجات، ولو عملنا كوانتايزيشن لهذه الموجات المفروض يطلع بارتيكلز اللي هي بنسميها الجرافيتون بارتيكلز. ده لم يتحقق بعد، ولكن الفكرة هي إن أنا عندي حقل مجال، وهذا الحقل بنعمله كوانتايزيشن، بنعمله تكميم ينتج عنه جسيم. ده تحقق في جميع القوى الأخرى ولم يتحقق في الجاذبية بعد، ولكن الفرضية اللي احنا شغالين بيها انه المفروض يتحقق ايضا. فلذلك نقدر نقول الإجابة هي الاثنين، زي الفوتون ما هو او زي الضوء ما هو جسيم وموجة في نفسه. شكرا. شكرا دكتور. ننتقل للاخ بسمارك. انا بس كنت حابب اضيف شغله صغيره، هو لما الدكتور قال لم يتحقق بعد قصده لم يرصد بعد، بس انه مش يعني هو رياضيا موجود ولكن رصديا الاعاقه اللي عندنا حاليا. صحيح صحيح، هناك اكثر من نظريه بتتكلم عن الجرافيتون، هناك اكثر من نظريه ولكن لم يتحقق رصديا او معمليا بعد. ثانك يو دكتور سامر. ننتقل لبسمارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنا عندي سؤالين، و يعني أستاذك دكتور معتز طال عمرك، السؤالين هذه شاطحات شوي يعني، أسميحكم عذرا جميعا، ولها علاقة بالفيزياء وإلى ما هنالك. بروفيسور معتز طال عمرك، قبل كذا أنا سألتك أسئلة لها علاقة بالانتقال الآني، ولها علاقة بالثقوب الدودية، ولها علاقة بالسفر عبر الزمن. طيب أعطيتني إجابات بأنه كلها افتراضات ما
في شيء يعني ممكن يكون. بما أنه بروفيسور معتز أنت رجل يعني لك فترة طويلة في هذا العلم وكذا، إيش اللي تشوفه منطقي وأقرب للواقع؟ بما أنه الفيزياء تمام ظهرت لنا حاجة اسمها القوة النووية كطاقة وكتدمير، حلو، فهذه حاجة تعتبر يعني خارج عن المألوف، حاجة يعني فوق الخيال، فإيش اللي ممكن يكون ممكن يصير خيال؟ هذا السؤال الأول. طب خلينا في السؤال الأول أرد عليه قبل ما ننساه. حضرتك باختصار بتسأل إذا كان برأيي الشخصي مصبوط. إذا كانت هذه الأشياء ممكنة في المستقبل، إيش الممكن؟ إيش أو الممكن؟ إيه فيهم اللي ممكن؟ والله لا. أنا صدقني ممكن. إيش اللي ممكن من الحاجات اللي أنت ذكرتها، الانتقال الآني والورم هول والتايم ترافل، مش كده ولا إيه؟ مظبوط. لا أنا قاصد حتى غيرها، قل لي حتى في حاجة تانية يعني؟ حاجة ممكن أبحث فيها. نعم يعني ما يخطرش في بالي حاجات، في حاجات كتير طبعا، بس ما يخطرش في بالي أمثلة أخرى أكتر من حاجة ذكرتها. ولكن أنا بص شوف، أنا بحاول أكون محافظ جدا في الإجابة على هذا السؤال، أنت هو التنبؤ بالمستقبل، لأن التاريخ علمنا وياما حصلت إن لما بنيجي في حتة ونقول خلاص إحنا عرفنا أو إن ده شيء مستحيل، ممكن بكرة تطلع تجربة عبقرية هي كده young graduate student في جامعة مجهولة، فجأة يروح طلع لنا بتجربة تثبت لنا إن كلامنا كله كان غلط أو استنتاجتنا كان غلط، أو نقول إن ده شيء محتمل وحنوصل له بكرة، ولكن نلاقي في الآخر إن ده شيء مختلف تماما أو مستحيل. فمن الصعب، من الصعب إن الواحد يقول، يعني أنا دايما ببقى open minded في الحاجات دي. تقول لي time travel، أقولك ماشي maybe who knows، مين عارف، يمكن حد بكرة يثبت إنه مستحيل، وممكن حد بكرة يثبت إنه هو ممكن، ساعتها نخش في أسئلة من نوع آخر. فأنا يعني أنا معلش اسمح لي هتحفظ في محاولة التنبؤ، عشان لو حاولت أتنبأ هخش في مجال الساينس فيكشن أكتر من مجال العلم. يعني أبصر زي لورد كيلفن، زي لورد كيلفن. يعني أنا حضرب لحك مثال لطيف قوي اللي هو تسمعه هتستغربه قوي. كان لورد كيلفن من الحاجات اللي قالها، قالك إيه؟ قالك إحنا خلصنا كل العلوم وفهمناها، مش فاضل غير شوية تفاصيل صغيرة. من التفاصيل الصغيرة اللي هو كان فاكر أنها هتتحل بسهولة، كيف تعمل الشمس مثلا، من أين تأتي بطاقتها وبنورها وبحرارتها. هو كان فاكر في حدود العلوم اللي كانت متوفرة عنده أيميها، وهي علوم كلاسيكية، إنه من الممكن تفسير طاقة الشمس بالمتوفر حاليا، وقال لك بكرة الصبح هنعرفها بعد. لكن هو لم يكن يعلم أنك محتاج للعلوم عشان تفهم طاقة الشمس، محتاج للكوانتم ميكانيكس، ومحتاج للنسبية، ومحتاج للتطورات في النيوكلير فيزيكس. يعني الدنيا اتقلبت. فمحاولة التنبؤ بتوقعنا في مشكلة لورد كيلفن. هنحاول نتنبأ التاريخ يعني أو المستقبل ممكن يثبت لنا إن إحنا غلطانين بمنتهى البساطة. وعلى فكرة مش بس لورد كيلفن، ناس مهمين جدا يعني زي مثلا أبراهام مايكلسون اللي هو يعني ماخد جائزة نوبل في 1907، شخص مهم جدا، وهو من أدق الناس اللي خص سرعة الضوء. كان يقول نفس الكلام، قال إحنا ضايلنا بس شوية أعشار هيك كسور نعرفها وخلص حنفك كل أسرار الكون. ما زلطت معه دكتور ماتز. طال عمرك الآن هذا السؤال يعني شوي للمحذور، تمام. دكتور ماتز طال عمرك، الحين في علم حلو وجد من مئات السنين اسمه علم التنجيم، تمام. يتقسم هذا العلم إلى قسمين، قسم التأثير وهذا محرم شرعا، وقسم التيسير. فقسم التيسير أثبت علميا، حلو، له دلالات علمية أثبتت صحته، حلو، علم التيسير هذا المباح اللي هو نجم الشمال. نجم الشمال التواقيت صحته مثلا مثلا مثلا، حلو، المد والجزر له علاقة بالقمر صح ولا لا، وبالجاذبية صح ولا لا، هذه يعني إثباتات علمية. نجم الشمال هذا اللي يظهر في الليل، حلو، تشوفوا علم التيسير أو قسم التيسير في علم النجوم أو علم التنجيم، حلو، هذا اللي له علاقة بالاتجاهات وله علاقة بالتوقيت، تمام. أما علم التأثير هذا له علاقة بالأبراج وما إلى هنالك. السؤال، حلو، ممكن يعني شوف زمان قبل 200 سنة، قبل 1000 سنة، قبل مئات السنين كانوا يشوفون هذه الأمور يعتبروها من الأمور الميتافيزيقية، حلو، يعني الأمور الماورائية، فعشان كذا يربطونها بالجن ويربطونها بأمور ثانية. طيب الآن العلم أثبت كثير أمور
كانت في السابق من الأمور الميتافيزيقية. موضوع التأثير، حلو، هذا هو المحظور تمام اللي أنا ودي أسأل فيه. موضوع التأثير هذا ممكن يثبت، اللي هو له علاقة بالأبراج وما إلى هناك، يثبت علميا مدى صحته، مدى تأثيره، مدى يعني العوامل المؤثرة، إيش الأسباب؟ شوف هقول السؤال بروفيسور. شكرا لحضرتك. مشكلة إن أنا عشان أثبت إن حاجة حقيقية أم لا، لابد أن يتحقق فيها شروط المنهجية العلمية. من شروط المنهجية العلمية أن هذه النظرية أي أيا كانت أو الفرضية تكون قادرة على التنبؤ الذي يتكرر في كل مرة أعيد التجربة، reproducibility. بمعنى إيه؟ لما تقول لي مثلا أنا قريت بختي الصبح في الجرايد وتحقق النهاردة، فعلا حصل تحقق لي، طيب السؤال هل هو بيتحقق كل يوم بنفس الدقة بنفس النتيجة؟ كل الأشخاص اللي موردين معك هل بيتحقق لكل الناس؟ هل أقدر أرصد هذا التحقق التنبؤي والreproducibility؟ هل أقدر أخطئه؟ هل أقدر أقول لو ما حصلش كذا يبقى غلط؟ لا، في التنجيم ما بيحصلش الكلام ده، بالعكس. التنجيم لما أقوله يا جماعة ما اللي أنت قريتهولي النهاردة في برجك اليوم الصبح اللي قريته في الجرايد ما تحققش، يقول لي آه ما أصلها ما ممكن في يوم ما يتحققش. طب أنا أثبت خطأ النظرية إزاي؟ أنا هنا فقط المقدرة على تكذيب النظرية. ولذلك هذه الأفكار كلها إحنا بنقول إنها سيودو ساينس إلى أن يثبت عكس ذلك. لو في يوم من الأيام حد طلع إن فعلا هناك some kind of موجات بتجيلي من برج القوس بتأثر على مخي وبتحدد لي النهاردة اليوم هيبقى جميل ولا وحش، ولا هيحصل لي إيه عند دكتور السنان، هتوجع ولا لأ، لو حد لقى هذه الموجات يا أهلا وسهلا، ولكن هي يومنا هذا لا يوجد أي رصد لهذا، وبالتالي بنعتبر كل هذا يعني علوم زائفة. ذكرت قصة فاني حصلت لي على التنجيم. في واحدة بتقرأ تاروت وكذا، فأنا مرة حكيت لها تقرأ لي، كانت تقرأ لي ويصح يعني يحدث الشيء. آخر مرة حكيت لي أنه هذا الأسبوع حيكون أحسن أسبوع في حياتك، عملت حادثة وكنت حموت، فعملت لها بلوك وخلاص. دائما التنجيم كذا يعني، لا يمكن أنه هو واحد بيعمل احتمالات، لا يمكن أنت، أنا ممكن أحكي لك شيء الآن ويحصل ويمكن ما يحصلش، يعني لا يمكن نعتبره علم خالص زي ما حكى دكتور معتز. أنا كنت بيحصل أنت قلت أنه أسوأ والله بعد ما حصل لي الحادث أنا عملت لها بلوك خلاص. أستاذ الشذا، تفضل يا دكتور محمد. أستاذ الشذا، في الله يسلمك، في موضوع جدا سألت عنه بيعب. طالما القمر يؤثر علينا بالمد والجزر، أولا نسبة كتلتك لكتلة القمر هي إذا تأخذها من قانون نيوتن، أنت تتعامل مع محيطات الأرض بكاملها المتصلة ببعضها التي تتأثر بالقمر، احسب كتلتها وكتلة القمر والمسافة بينهم، تشوف فارق القوة بيناتهم، واحسب كتلتك وكتلة القمر والمسافة بينهم، وشوف الفارق بينهم، وارجع للنتيجتين، راح تلاقي المسافة والفارق والتأثير لا يمكن أن يتحرك جزيء منك في اتجاه القمر. فهذه الخدعة اللي ماسكينها أنه القمر يؤثر في المد والجزر، أنتم تشوفون وأنت إنسان مكون قسم منك كبير من الماء، والماء هنا يتأثر فيجب أن تؤثر فيك الكواكب، هذا واحد. اثنين، لا يوجد امتداد تأثيره واضح للجاذبية، لأن تأثير القمر على الماء الموجود على سطح الأرض هو تأثير بالجاذبية. فإذا النجوم هذه والكواكب هذه اللي تأثر، هي تأثر بالجهة المقابلة للنظر. يعني أنت لما تقول اليوم الشمس دخلت برج الميزان، معناها أنت وراء الشمس، والشمس هي في الوسط تنظر إليها، والميزان خلفها. فإذا أنت هذا التأثير تأثير المشاهدة فقط. كذلك أكثر يعني إحنا ما شاء الله العرب منتجين، عندنا توائم كثيرة ولدوا بنفس الساعة وبنفس اليوم بنفس الدقيقة، أشكالهم أهلهم ما يفرقون بينهم، ولكن بالطباع مختلفين، فكيف يجمعونهم هاي بالأبراج؟ المنطق هنا هو الذي يحكم. يعني عندما تأخذ أنت بإيدك عدتك من المنطق تجدهم يسقطون، فلذلك لا تستطيع أن تعطيهم أي قيمة لما يتحدثون فيه، إلا أنه والله يعني بعض الأحيان الشباب يحبون التفاؤل. والأستاذة شذا، الدكتورة شذا، لو رجعتي لها وقلتي لها أنا صار معي حادث، تقول لك تعلمتي درس طلعتي حية، هذا هو الذي كنت أقصده.
بالنهاية طلعتي هي أحسن شيء حصل لك، أنت راح تموتي لكن الفعل هو اللي انقذك، استغفر الله. لا الموضوع كبير جدا يعني بهذه القضية، وخصوصا في ناس وصلهم إلى مرحلة رفض الزوج والزوجة والأولاد، والأمور صارت فيها مشاكل عائلية بسبب الأولاد. دكتور محمد طال عمرك من أعجب الشخصيات اللي مرت علي في حياتي، حلو، واللي قريت عنها اللي هو الخوارزمي، حلو، سوى جهاز اسمه أسطرلاب، حلو. الجهاز هذا يعني يجيب التواقيت، وجاب لنا شيء اسمه الخوارزميات اللي احنا نعرفها اليوم، كلها عبارة عن معادلات يعني تكعيب وتربيع، لكن اليوم احنا نعيش طفرة فيها. استاذ الشذا، يعني الناس يقول لك الانسان عدو ما يجهل، تمام؟ فالانسان يوم يشوف حاجات هذه ظواهر كانوا يشوفونها من الاف السنين، ظواهر غريبه، يشوفون كذا مواضع في النجوم، يشوفون اشياء، حلو، ويحطون عليها فرضياتهم، حلو. دارت الايام اثبتت بعض الامور ونفت بعض الامور، حلو. فايش ممكن يكشف لنا في المستقبل؟ ايش هي العلاقه؟ أنا أؤمن شخصياً أن الدنيا هذه يعني سبحان الله لها معادلات علمية. شوفي نظرية الإقصاء هذه أحاول أني أبعدها في تفكيري، يعني ما أقصي بشكل كامل كل شيء، الشيء بالكامل إذا كان صح ممكن يكون فيه خطأ، أحاول أكتشف الخطأ هذا وأصححه، الشيء كامل إذا كان خطأ أكيد فيه. نعم صحيح كلامك مضبوط، ولكن ليجب أن يبنى ذلك المجهود على. يا بروفيسور لا هو كلامه غير صحيح، خصوصا في معلومة الاستراب. أنا عارف إن معلومة الاستراب محتاجة تعديل، خصوصا الخوارزميات مش بتاعت الخوارزمي، بس مش دي النقطة. النقطة إنه علشان أسيب الباب مفتوح زي ما حضرتك بتقول لابد أن يكون عندي سبب. نعم الصوت عندي مش واضح ولا إيه؟ الصوت راح ورجع الآن. بقول لابد إني أقيم عليه الباب المفتوح، إنما سيبه مفتوح على المطلق كده أقول إنها ممكن تحصل هضيع وقت. يعني أنا أعرف، أنا أقول لحضرتك مثال، أنا أعرف أستاذة في الفيزياء في الأمريكا، ست أمريكانية كان بتعمل أبحاث في العفاريت، والله العظيم أبحاث في العفاريت والبيوت المسكونة والأشباح، ولا وصلت لحاجة ولا اكتشفت حاجة، وكان الناس بيضحكوا عليها لأنها مش مبنية على أسس علمية، مش مبنية على نظريات معترف بيها. تيجي تقول لي أنا مثلا عندي نظرية ببني عليها فكرة الباب المفتوح دي، ده موضوع دكتور. الصوت يقطع يا دكتور، أسلمت. شكرا يا صوتك كان بيروح يا دكتور. anyway thank you بسمارك، أتمنى الإجابة تكون وضحت. ننتقل لعمر، لسه حد سأل يا عمر مش من العاص ولا مشغول؟ انا لا خلاص المكتب فاضي. انا اللي كنت عايز اقوله ان كنت عايز اسال سؤال عشان احس ان انا فهمت. يعني هو حضرتك يا دكتور معتز بتقول ان الزمن سيمتريك، بمعنى ان انا ممكن اتحرك في الاتجاهين زي ما بتحرك في المكان، وعليه بقى خلاص ما بقاش فيه قصه اللي هو ايه انا جاي من الماضي ورايح للمستقبل فيزياء. نعم المعادلات الرياضيه في الفيزياء بتقول كده على الفاندامنتال ليفل. المشكله بتطرا فين؟ المشكله بتطلع في المعادلات الماكروسكوبيك. المعادلات الميكروسكوبيك ار كومبليتلي تايم سيمتريكال، قدام وورا ما تفرقش خالص، بتتحل في الحالتين. المعادلات الماكروسكوبيك اللي بيخش فيها اجسام كبيره، هنا بقى بتخش حاجه اسمها الانتروبي، هنا بتخش فيها حاجة اسمها خط الزمن أو التايم أرو اللي احنا مش عارفين هو بالنسبة لنا احنا كمراقبين ماشي في اتجاه واحد ليه، ده شيء مجهول. ولكن المعادلات الأساسية بتاعت النظريات الأساسية الفاندامنتال اللي اشتغل بيها لا تفرق بين الماضي والمستقبل. اوكي عمر، عمر انت رحت فين؟ طيب ننتقل لدكتور عامر لما عمر يجي. ألو مساء الخير للجميع وخاصة للدكتور أو البروفيسور معتز. عندي سؤال يعني منذ فترة بيني وبين نفسي والأصدقاء بالنسبة إلى تطور
وارتباط الوسيلة على الذي هو مجرب في المخبريات يعني في المخابر بين الكيمياء وبين الفيزياء، فهل ممكن يعني أسأل من حضرتك خلال يعني دراستك العلمية بالنسبة إلى تطور المادة إلى الذكاء، يعني كيف المادة تتطور حتى أن تصبح يعني كخلية حية ثم تتناول الذكاء والشعور؟ هل هناك يعني إثباتات علمية أو دراسات علمية أو تجربة مخبرية بالنسبة؟ نعم، هذا سؤال ليس في الفيزياء. حضرتك هنا بتطلب شرح مفصل لنظرية التطور والأبايوجينيسيس مع بعض في خلال 5 دقائق، وهو أولا بالإضافة لأنه ليس تخصصي، هو يعني ده موضوع عايز دراسة عميقة وكتب تقراها كتير قوي، ولكن حطرك المجال لدكتورة شذا إذا كانت تحب تعلق على هذه النقطة. يا ريت يعني أدرى مني. يا ريت. أوكي، ممكن تعيد السؤال؟ احنا والله يا ريت لو نضلنا في موضوع الروم، لأنه هذا مش اسأل بتاع البيولوجي، المرة اللي فاتت عملوا علينا كوب، هو شكلهم حيقلبوا علينا الدنيا. فين الدكتور عصفور؟ لا بلا، احنا بتاع الفيزياء. الله يخليكم، هو انا طرحت السؤال مجرد سؤال علمي، وهل ليس سؤال فيزيائي؟ ليس سؤال. نعم نعم، في معانا روم يوم السبت، ممكن تنضم لي؟ طيب. يا دكتور يا دكتور اي ماشي الحال، هتكون عن المواضيع هذه. ماشي الحال، سيبك على قولتنا، سيبك من قضية الشعور، هل تطور المادة إلى يعني خلية حية هذا لا يرتبط بهذا الروم؟ لا أم لا؟ أنت بتتكلم عن تطور إنه بتتكلم أبايوجينيسيس أو أيوة أيوة أيوة، هو حتى ما بنعتبروش بيولوجي نوعا ما، لأنه تعدد الكائن يعني تطور الكائنات الحية أوريدي، الخلايا الحية أوريدي بيمشي في البيولوجي أكثر، اللي هي الخلية الحية أوريدي موجودة. أوكي، سؤالك معك سؤال فيزيائي؟ لا خلاص، إذا كان هذا أتابعكم في روم القادم الذي تتفضلين به. نعم، معنا روم يوم السبت إن شاء الله. حمزة. أوكي ماشي الحال. على فكرة أنا بس كنت حابب أضيف شغلة، بس قبل شوي أنا كنت مش قادر أتكلم بالنسبة للموضوع اللي كان له علاقة بالتنجيم، بس أنا بدي أجيبه من ناحية تاريخية. إحنا كبشرية عرفنا يعني كانت تعتمد على التنجيم في الماضي، خصوصا حتى الأيام البابليين وقبلهم، لأنه ما كنت في كتير أشياء مفهمينها، فكنا نعتقد أنه إلها علاقة بحياتنا بشكل مباشر. في حوالي القرون يعني الأوسطية بدينا نفهم ويتميز عندنا نوعين من العلوم، أو علم وشيء مش علم، اللي هو الأول اللي هو علم الفيزياء، أو خصوصا علم الفلك من الفرع علم الفلك من الفيزياء، وعلم التنجيم. علم الفلك علم، التنجيم مش علم. التنجيم هذا عبارة عن مجموعة من الأشياء الأحداث اللي حصلت مترتبطة ببعضها بشكل أو بآخر، الناس تعتقد أنه في بينها روابط، إحنا ما وجدناش روابط بينها، وفيزياء تعتمد على الأشياء اللي لها علاقة بالروابط، وكذلك علم الفلك مرتبط في بعضه وإله تفسيرات لشيء. نفس الشيء حصل للكيمياء، تم التمييز بين علم الكيمياء كعلم للمواد وكيف تتعامل معها وكيف تصنع منها أشياء أخرى وكيف هذه المواد ترتبط مع بعضها وتتفكك وتتحلل وكل تفاصيل علم الكيمياء، وبين علم آخر اسمه علم الخيمياء، وهي محاولة إخراج المواد الثمينة من مواد رخيصة مثلا، أو تحويل الرصاص إلى ذهب، وهي الأشياء وجود أو إيجاد إكسير الحياة، هذه حتى علم آخر كمان في البيولوجي غير العلم اللي هو أصبح بيولوجي فيما بعد. الفترات اللي كانت الشعوب فيها مش واصلة لمراحل علمية كان عندها مثل هاي الخرافات والفولكلور اللي كان يدخل ويتخلل العلوم، لحد ما وصلنا لمرحلة الطريقة العلمية وبدأنا نميز ونفرق هذا الشيء علوم، أشياء نستطيع أن نتعامل معها بشكل علمي، وهذه الأشياء ليست علوم، لهذا نسميها سودو ساينس. وإذا تجد كل الناس اللي موجودين على البانل، يمكن من أهم الأشياء اللي إحنا بنحاول دائما نحاربها هو الخلط بين السودو ساينس أو إعطاء أي نوع من المصداقية للسودو ساينس. ليه؟ لأن السودو ساينس هو بتعريفه هو أمر خارج عن المنطق العادي، خارج عن العلوم المحسوبة، ما فيش فيها
مجال لأنك تزيف النتائج، أو يعني اللي هي أنك تجد النتائج المعاكسة أو أنك تضع لها قواعد محكمة، هي مجرد كلام يعتمد على بعض الأشياء اللي ما إلها علاقة في الموضوع، تصدق أحياناً وتخطئ كل الأحيان الأخرى، ولكن الناس تستمتع فيها وتشعر دائماً إنه هذا الجزء الميتافيزيقي الخفي له تأثير علينا، وإحنا بنحاول إنه نتعامل معه أو نرضيه أو نفعل معه أي شيء حتى إنه يساعدنا أو يسهل علينا حياتنا. فلازم دائماً نميز بين العلوم، كل العلوم اللي إحنا تدرس في الجامعات، وبين هذه الأشياء اللي هي تعد مش من العلوم، حتى لو استعملت كلمات من العلم، حتى لو استعملوا كلمة الطاقة، هي مش الطاقة اللي بيتكلموا فيها بالعلم، القوة والقدرة والمش عارف إيش هاي اللي بيحكوها، كلياتها ما إلها علاقة بالمفهوم العلمي، هم بيستعيروا من المفاهيم العلمية حتى يضيفوا بعض المصداقية على الخرافات اللي بيروجوها، واللي المفروض إنه الناس كل ما زادت نسبة تعليمهم يبتعدوا عنها قدر الإمكان، لأنها مضيعة للوقت بشكل كبير. بعتذر على الإطالة، بس أنا حبيت أحكي هذا الكلام قبل ما أنشغل مرة ثانية وأدرش أرجع أحكي معك. فعلا في استغلال، فيها استغلال. شكرا يا الوازع الرئيسي، الاستغلال الناس إما عن طريق إنهم يصبح الشخص مشهور أو إنه يعطي له أهمية أو يأخذ فلوس. في ناس عمالها تأخذ فلوس علشان تغير لك هذا الشيء اللي راح يحصل في المستقبل، اللي هو أصلا لا يملك من أمره شيء. تذكروا دائما إذا هذا الشخص عنده كل القدرات هاي إنه يغير في المستقبل أو يعرف يعلم الغيب، لكان صار مكان إيلون ماسك وبيل جيتس وهدول الجماعة. ليه؟ لأنه كان نفع نفسه قبل ما ينفع الناس. طيب ننتقل للأخ حمزة. أنا بس أريد أفهم بالفيزياء شنو الستريس، يعني أنا مهندس مدني مرحلة رابعة ولحد لما فهم شنو الستريس، هو الستريس بالمواد اللي قاعد ندرسها، ما أقدر أفهم الفكرة مع الستريس. ما هو الستريس؟ الستريس بالمواد يعني اللي هو مثلا لود اوفر اريا، بس هو شنو بالضبط يعني، شلون يأثر على الماده، هو شنو ككونسبت يعني. طيب قوه على المساحه بالضبط كده زي ما حضرتك تفضلت، يعني عايز تفسرها ابسط من كده؟ مو ابسط، انا بدي اعرف ان هو يعني هو صح قوه على مساحه، بس ده نستخدمه بهواي اشياء وله هواي انواع، ما ده اعرف هو شنو بالضبط. حتى مش تقول قوه على مساحه، انت قاعد تقسم لود على اريا. اي بالضبط، زي الضغط في الموائع، ولكن في المواد الضغط 3 دايمنشنال، احنا محتاج ما راح يكون 1 دايمنشنال. لا لا لا، ستريس 3 دايمنشنال 2، بس انتوا كمهندسين مدنيين وانا عندي شهاده في الهندسه المدنيه ما بتوصلوش لهذه المرحله غير في مستوى الماجستير. الستريس 3 دايمنشنال ده بيتعبر عنه بتنسور، ما بيتعبرش عنه بقوه واحده او بفيكتورز. التنسور ثلاثي الاتجاه، فالستريس في المواقع لا، يعني ما تيجي تمسك مكعب مثلا، مكعب الستريس عليه من الست اتجاهات، وكل اتجاه عليه ثلاث انواع من الستريس، في ستريس عمودي عليه وفي تو ستريسز تانجنشال لي، ده بيتعبر عنها بحاجه بنسميها تنسورز اللي هي ممكن تحويلها الى ماتريسيز. فهو ثلاثي الابعاد زيه زي البريشر بالضبط عشان تبقى عارف. ايمان احنا من قاعد اسوي درسنا 1 دايمنشنال، فيعني صار ما انا من عارف هذا للتبسيط الهندسي من اجل الهندسه. احنا ما بنحتاج في الهندسه المدنيه ما بنحتاجش للصوره كامله، بنحتاج فقط لل1 دايمنشنال بارت اوف ات، انما هو في ميكانيكا المواد هو 3 دايمنشنال بالكامل، بيعبر عنه بمصفوفه فيها تسعة مدخولات 3 في 3 بنسميها ستريس تنسور. شكرا يا حمزه. ننتقل ل هومو لودنس حاجة زي كذا. السلام عليكم دكاترتي، عندي سؤالين يعني بخصوص واحد رياضيات شوية مع جزء فيزياء. أسفة يا هومو، بس أنا عديت باسم موجود. مرحبا، تحياتي لكم جميعا، تفضل يا باسم. وشكرا على هذا الروم الرائع صراحة. أنا عندي سؤالين. يعني احنا حسب معرفتنا ان الروابط الذرية ما بين مكونات الذرة، اذا هذه الروابط انفصلت او نشأت، هذه اما انها تصدر طاقة سواء خارجة او داخلة،
ولكن سؤالي أن المادة نفسها أو مكونات الذرة، هل ممكن أن المادة تتحول إلى طاقة والعكس؟ هذا طبعا. السؤال الأول. طبعا الإلكترونات والكواركات والفوتونات كل في المعامل اللي هي بنسميها المعجلات البارتكل أكسلريتورز بيصدموهم ببعضهم وبيشهدوا يوميا بصورة يومية تحول المادة إلى طاقة والطاقة إلى مادة. ده عادي جدا، يعني إلكترون وبوزيترون يخبطوا في بعض يطلعوا فوتون، الفوتون ممكن ينقسم إلى يعني فاهم واخد بال حضرتك. فدي بنشاهدها على مستوى المعجلات، ولكن ما بنشاهدها والذرة نفسها إلا إذا بقى بصينا قوي جوه قوي ويعني وطبقنا حاجة اسمها كوانتم فيل ثيري، ساعتها بنشوف ظواهر بيحصل فيها تحول من الطاقة لمادة ومادة لطاقة. ده بيحصل عادي. ده بالنسبة لسؤال حضرتك الأولاني. اتفضل يا فندم. رح نرحب بدكتور نسيم. أهلا دكتور نسيم. دكتور نسيم جه في الوقت المناسب. على ذكر البارتكل بقول لك أنا آسف يا دكتور جاكس. إحنا بدنا تعالى بقى استلم الشيفت. أنا بدي خمسة وعليك تأخير. وعليك تأخير. أنا رجعت شيكاغو ونسيت إن الميعاد مظبوط على نيويورك. 12 عندي بتوقيت نيويورك مش توقيت شيكاغو. معذرة من المرة دي. على العموم better late than never، يعني احنا حنعتبر انك انت كنت مشغول في ورم هول ولا اشي زي هيك. ورم هول. طيب السؤال باسم واضح السؤال الاول ولا خلاص نجاوبه ويوضح الدكتور نسيم ولا لا؟ السؤال الثاني، عندك تعليق على السؤال الاول دكتور نسيم؟ لا انا سمعت كلام دكتور، انا ما اعرفش السؤال الاول. انا سمعت كلام دكتور هو السؤال الاول، هل نرصد تحول المادة لطاقة والطاقة لمادة؟ فأنا قلت له في البارتكل أكسلريتورز بنشوفها يعني عادي. فلو حضرتك تحب تضيف على هذا. وقبل كده كمان يا دكتور حارف، حضرتك في تالتة كلية كنتوا بتدرسوا لنا البير برودكشن والبير انهيليشن كجزء من اللي هو النيوكلير. صحيح. فده موجود في النيوكلير فيزيكس حتى قبل ما تدخل على الأكسلريتور، يعني الجزء ده في الفيزيكس is very solid. تمام. طيب السؤال الثاني تفضل. السؤال الثاني أن الانفجار الكبير أو الـ initial expansion هي كانت طاقة، يعني حسب النظريات هل هي كانت طاقة هائلة ثم تحولت إلى مادة أو العكس أو الاثنين؟ ده في الأول خالص قصدك حضرتك؟ أيوة الانفجار الكبير. لا هو يعني ما نعلمه إن الجسيمات اللي إحنا بنرصدها النهاردة زي الإلكترونات والفوتونات تكونت بعد الانفجار الكبير أو بعد البيج بانج، تكونت في مراحل لاحقة. ماذا كان الحال بالضبط في لحظة البيج بانج أو في كسر الثانية الأول؟ لا نعلم الحقيقة. ليه؟ لأنه ده محتاج دي theory of everything زي ما بيقولوا، محتاج لنظرية مش موجودة عندنا دلوقتي إلا في صورة فرضيات من ضمنها مثلا الأوتار الفائقة. ولكن هل نحن متأكدين ماذا كان الحال في البداية؟ لا. ولكن هل نحن نعلم أن الجسيمات زي الإلكترونات ظهرت بعد كده في فترة لاحقة؟ نعم نحن نعلم ذلك. شكراً ألف شكراً. شكراً باسم. ننتقل لهما. أيوه. السلام عليكم مرة أخرى. الدكاترة عندي سؤالين، يعني واحد شوية في رياضيات أكثر والثاني يخص البعد الرابع، يعني إذا عندكم معلومات عنه، اللي هو البعد الرابع المكاني مو الزمان. بالنسبة للسؤال الأول اللي هو أنا تفرجت دوكيومنتري خص الرياضيات تطورها، يعني فجاب فقرة أن الرياضيات مي قادر تتطور لأنها مرتبطة بالعالم الطبيعي ومحتاجة تخترع أرقام موجودة في الحقيقة، أرقام التخيلية اللي هو الآي إماجينري نمبرز. يعني جابوا الفكرة منها وكيف إنه أرقام دي ما في، يعني أرقام ما في طول سالب مثلاً، ما في أرقام تكون بس سالب في الواقع في الفيزياء. بس ذكروا بعدين إنه أعتذر يا أستاذ هومو. أيوه. بس صوتك بيقطع بالنسبة لي، ما أعرفش هل كل الناس سمعك ولا لا. بس طيب لحظة دي إحنا سمعينه، أنا سمعته بشكل واضح. أنا يمكن عندي بقى مش عارف، معلش أرجو هو معلش. ايوه عفوا دكتور جزا، انا كان دوري قبل وانت نزلتيني بالغلط وهلا فقط دوري. ما نزلتك اسفه. اوكي بعد هم على طول حيكون دورك. شكرا
طيب السؤال الأول، إنه في الرياضيات اضطروا ينفصلون عن العالم الطبيعي واخترعوا رياضيات الأرقام التخيلية عشان يحلون معادلات ما ممكن تنحل بأرقام الحقيقية. نعم. ف... بس لا لا. اللي اكتشفوه. العالم الطبيعي. خلينا نوصل للسؤال. خلينا نوصل للسؤال. تفضل كمل. السؤال إنه بعد ما أبحروا في الأرقام التخيلية دي صادف إنه استفدنا منها مرة ثانية. وأعطى مثال إنه في أشياء في ظواهر طبيعية تتفسر بالأرقام التخيلية، وأعطى مثال على الويف فانكشن نعم. مثلاً. نعم. فأنا ودي أعرف، أنا ما أعرف الأرقام التخيلية من اسمها أرقام تخيلية، يعني أنا كيف أعرف الواقع بالخيال؟ فكيف تيجي إنه في معادلات في أرقام تخيلية؟ عادي خالص. لا لا حضرتك لو فكرت فيها كده هتلاقيها منطقية جداً. إن أنا يكون عندي ظواهر بحسبها رياضياً ولكنها مستحيل رصدها. الأرقام التخيلية من هذا النوع يعني الويف فانكشن في الكوانتم ميكانيكس من المستحيل رصدها مباشرة لأن هي شيء يعتمد على الأرقام التخيلية. هل ليها وجود فيزيائي؟ نعم، مربعها ليه وجود فيزيائي وليس الويف فانكشن. إذن كأني أنا بستعمل رياضيات تفسر لي الجذر التربيعي لشيء أنا بشوفه في الواقع. واخد بال حضرتك؟ نعم. الكهرباء، الكهرباء أكبر مثال يعني. لا في الكهرباء، في في الكهرباء احنا بنعمل ايه؟ في الكهرباء احنا بنها كنوع من التبسيط الرياضي. لما اجي اعمل الويف الكتروماجنتيك ويف بصوره كومبلكس نمبرز، انا هنا بعمل تبسيط رياضي لان ممكن ما استعملهاش. خلي بالك احنا مضطرين نستعملها يعني في النظريه الكهرومغناطيسيه لما نجمع كمان من الامكان اقدر اجمع، لان ساعتها هستعمل على كوساينز وساينز، مش هحتاج ان انا استعمل الكومبلكس نمبرز. انا بستعملها لانها بتسهل الشغل. ولكن في الكوانتم ميكانكس الموضوع مش كده. في الكوانتم ميكانكس الكومبلكس نمبرز بتظهر فعلا في المعادلات بصوره حقيقيه لا يمكن تفاديها، ولكنها غير مرصوده. الشيء المرصود هو مربع الويف فانكشن وليس الويف فانكشن نفسها. ولذلك الشيء الحقيقي الموجود في الواقع هو مربع الويف فانكشن. انا لما باجي اشتغل معادلات رياضيه باخد الجذر التربيعي ليه، ولذلك بيطلع لي كومبلكس نمبرز. ولكن هذه الكومبلكس نمبرز هي مجرد مرحله وسطيه في الحسابات وليست مرحله نهائيه. فده عادي وبيحصل كتير. طيب يعطيك العافية. السؤال الثاني، أعرف يعني المواضيع دي دائما تخش شوية في الخيال العلمي ويبحرون فيها أصحاب الخيال يعني، بس أنا متأكد هي لها معادلات ورياضيات وما أدري عدد لها فيزياء ولا، اللي هو الأبعاد فوق أبعادنا اللي نعرفها حنا وندركها. حضرتك جيت في ملعبي يعني، حتى ده أنا بحب كله في معادلات طيب. أبعاد أعلى. فتفضل سيادتك. لما تشرح مفهوم بعد أكبر من بعد، أنا يتكلمون يعني ما بنروح مثلا زي نظريات الأوتار اللي توصل ممكن إلى أكثر من 10-11 بعد، لا لا بس بعد زيادة عن بعد، مثلا البعد الرابع المكاني نحاول نتخيله. طبعا يقول لك أنه ما نقدر نتخيله لأنه حنا مخنا على الأقل نضج وعاش في الحياة هذه، وهو بس حتى مو على أبعاد ثلاثة، حتى على السرعات والأحجام المتوسطة. يعني في أشياء موجودة الآن قدامنا ما نقدر ندركها، يعني زي الإلكترونات ولا الجاذبيات الكبيرة زي البلاك هولز، يعني مهما حاولنا نستوعبها بس الرياضيات اللي ممكن نفهمها، لكن حقيقة صعب فهمها يعني. فالأبعاد يعني الزيادة دي كمان فهمها أصعب. فعن جاني نوع من الفضول وبحثت عنها من الإنترنت كثير، بحاول أتخيل، وفي واحد أعطى تخيل كذا، وبرضو حتى التخيل ذا يعني حسيته صعب لو تقدر تبسطه لي شويتين. ذكر أنه الأجسام ثلاثية الأبعاد إذا أسقطت عليها الضوء، الضوء يكون ثنائي الأبعاد، والأجسام رباعية الأبعاد إذا أسقطت عليها الضوء يكون الضوء أو الظل حقها ثلاثي الأبعاد. فأنا ما قادر أتخيل الصورة كيف أنه ممكن في ظل ثلاثي الأبعاد يطوف في الهواء زي الشبح يعني. هل الفكره دي صحيحه يعني فيزيائيا ولا ما قد سمعت عنها؟ انا هقول لحضرتك حاجه، انا هريحك خالص. كل محاولات تبسيط موضوع الابعاد الاعلى من الثلاث ابعاد بتوعنا كلها محاولات فاشله. كل هذه المحاولات انا اتفرجت عليها على الانترنت وعلى اليوتيوب والكلام ده كله، كلها محاولات لتخيل ما لا يمكن تخيله، مستحيل. انا مخي ما بيفكرش غير في الثلاث ابعاد، اي حاجه زياده مخي يقف. محاولات التبسيط كلها قائمة على فكرة إن أنا أخد الأبعاد العالية وأنزلها لأبعاد أقدر أتخيلها. زي ما أقول إيه، بدل ما تخيل الكون على إنه ثلاثي الأبعاد هتخيله على إنه ثنائي الأبعاد، وأخد دي وأشتغل بيها وبعدين أرجعه تاني يبقى ثلاثي الأبعاد. ولكن إن أنا أقدر أحط في ذهني صورة
لشيء رباعي الأبعاد أو خماسي الأبعاد أو زي ما حضرتك تفضلت بيوصل لغاية 10، ده مستحيل. It's impossible. هنا أنا مضطر إن أنا أتعامل بيها رياضياً. الرياضة بتقول لي ممكن وجوده، ما فيش مشكلة خالص، الرياضة بتقول لي consistent، لكن أتخيله إزاي دي قصة ثانية. ده أنا شخصياً بدعي أنها مستحيلة يعني، مهما كانت المحاولات اللي شفتها على الانترنت. شكرا، ننتقل لهادي. شكرا مرة تانية للي صار، وآسف إني هيك تدخلت بس ضايقت شوي إنه راح، مو مشكلة. شكرا. هلا أنا عندي كمان سؤالين بتمنى معي. أنا بسأل على، هلا باسم سأل على وجود تحول من الطاقة إلى كتلة وجاوبت عليه، بس أنا كان عندي كمان سؤال، هل هناك أمثلة تطبيقية؟ هل نستخدم هذا الشيء؟ وهل نستطيع أن مثلا نحول طاقة إلى كتلة ثم إلى جسيم أولي ثم إلى ذرة مثلا؟ وارد هذا الشيء؟ ممكن؟ هل هناك تطبيقات؟ طاقة إلى كتلة؟ نعم، طاقة إلى كتلة ثم طاقة إلى كتلة؟ السؤال كذا؟ زي ما قلت حضرتك دي بتحصل في المعجلات عادي جدا. لا لا، نعم تطبيقية، نحن نفعل هذا الشيء، نحن نحول الطاقة إلى كتلة. ما هو اللي بيقوله دكتور إرادتنا كما نحن نحول الكتلة الهيدروجينية بتحصل في الانفجار الهيدروجيني، قنبلة الهيدروجين بتحصل. هو كمان دكتور في المعجلات زي ما قلت، احنا لما بنصادم هذه بارتكلز مع بعض بتصادم بروتونين، بس يعني بروتونين بطاقة عالية جدا. بقية يعني البروتونين دول هيكونوا ايه؟ لو قلنا يعني هما لازم في الاخر ممكن يطلع عندك بروتونين برضو، ولكن بقية البارتكلز اللي بتتكون اللي هي ملايين الملايين من الجسيمات، وفي منها لما بتصادم انويه ثقيله بيطلع لك انويه اسمها لايت نيوكلياي، انويه خفيفه بتتكون، ده بيطلع من الطاقه. الطاقه بتولد كواركات وجلونات على مستوى الكوارك جلون، والكوارك جلون ده بالنسبه لي لما بتبرد وبعد مرور زمن قليل بتبتدي هي تكون جسيمات اكبر زي الباريونز والميزونز، وساعات دول بيتجمعوا مع بعض ويدوك حاجه اسمها لايت نيوكليونز. فده موجود، ده اللي بنعمله حرفيا في المعمل كان بولايد في المتزبط كده، بنحول الطاقة المادة والمادة. حلو. السؤال الثاني، هل هو العلاقة بالسؤال الأول، أنه طيب هل قبل تشكل كوننا على ما هو عليه، هل كان الوجود عبارة عن حساء من هذه الجسيمات مثلا، بدون هل توجد فرادة أم توجد دائما في يعني هذه الجسيمات الأولية بوزونات لا نعلم ماذا حدث قبل الثانية عشرة أس ناقص 36 من بداية الكون مطلقا. نحن نعلم ما حدث بعد ذلك، وهو انفصال القوة الكهرومغناطيسية عن القوة النووية الضعيفة، ولكن ما قبل ذلك لا نعلم. وهذه الفترة التي بدأ يتكون فيها الفوتونات وأحد أنواع البارتكلز الأخرى، فنحن نعلم أن هذه البارتكلز هذه الجسيمات التي نرصدها اليوم تكونت في بداية الكون، ولكن ماذا بالضبط كان في بداية الكون حقيقة فهو شيء مجهول. طبعا يعني أولى من ذلك أن نسأل ماذا حدث قبل بداية الكون، نحن مش بس لا نعلم، نحن ما عندناش حتى فرضيات. يعني فهمت صح، كانت توجد هي فرادة هذه المكون، جسيمات أولية هكذا سابحة في مكان ما توجد. هي على مستوى دقيق جدا، أنت ما عندكش جسيمات أصلا، أنت عندك مجالات في حاجة اسمها quantum fields زي الالكترون فيلد وزي الفوتون فيلد والكلام ده كله. هذه المجالات كميه بينشا عنها بارتكلز، هذه البارتكلز قد تكتسب كتله وقد لا تكتسب كتله حسب تفاعلها مع حاجه اسمها هيكس فيلد. كل ده حصل في فتره لاحقه بعد بدايه الكون. فتره لاحقه يعني ايه؟ يعني 10 اس ناقص حاجه و30 بالثانيه، يعني مش رقم كبير يعني، ولكن في البدايه خالص نحن لا نعلم الوضع كان عامل ازاي، ولكن ما كانش في هذه الجسيمات، هذه الجسيمات ظهرت لاحقا. شكرا. اوكي شكرا هادي، ننتقل لاينشتاين. اوكي سلام للجميع، روم اسطورية صراحة، وعندي العديد من الاسئلة، ما عنديش مانع انها حتى لو تكون اجابات مختصرة لان الروم مسجلة. اول سؤال، هل الاصل في المادة والطاقة هو الحركة ام السكون؟ هذا سؤال يطرح بكثرة في كلوب هاوس. طيب في الفيزياء ما فيش حاجة اسمها سكون، عندما نتكلم عن السكون فهو بالنسبة لشيء آخر، فالكلام عن السكون المطلق لا وجود له في الفيزياء.
هذا تفكير نيوتوني كلاسيكي أصبح النهاردة يعني في الفيزياء غير موجود. فالحركة بالنسبة لشيء، خلي بال حضرتك، وليس السكون، بس خلي بالك من كلمة بالنسبة لشيء دي وحط تحتيها ألف خط. صح، يعني دوران الأرض وحركة الشمس والمجرات، يعني كل شيء يفتح. صح يعني. الآن فقط أنا عارف أعتقد وجود أربع نماذج لتفسر نهاية الكون، فقط ما هو أحسن تفسير حاليا لنهاية الكون أو أقرب واحد للتصديق حاليا؟ نهاية الكون يبدو أنها كما يبدو لنا الكون في تصارع وتباعد، يعني هو بيوسع وبيتمدد بتصارع، يعني سرعات عالية عمالة تزيد كل يوم. يبدو unless يعني هيحصل حاجة في المستقبل ما نعرفهاش، يبدو أن ده سينتهي باللي أحيانا بيسموه the big rip، يعني اللي هو الانفتاق الأكبر، يعني the big rip اللي هو كل حاجة هتبعد عن بعضها بحيث أنه يصبح الاتصال بينهم مستحيل، المسافات منهم بينهم من الحجم بحيث ان مفيش اي سببيه بينهم، مفيش اي كوزاليتي ما بينهم، المسافات ابعد بكتير من انها تاثر على حاجه، وبالتالي كل شيء هينطفي وهيموت في المستقبل ويصبح الكون ظالما مظلما في حاله قصوى من الانتروبي، ويعني نهايه كبيره جدا كما يبدو لنا حاليا، ولكن نهايه كئيبه كئيبه جدا. ولكن برضو في حته ولكن هنا، ولكن هل هذا بالفعل ما سيحدث؟ ده ما سيحدث بالنسبة لنظرياتنا الحالية، ولكن هناك ما زال أسئلة يعتريها الغموض. يعني احنا لا نعلم مثلا لماذا يتصارع الكون في تمدده، بنعزي هذا مجهول اسمه التظلمة اللي احنا ما حدناش عارفين بالضبط بتشتغل ازاي. إلى أن نفهم هذه الطاقة المظلمة بتشتغل ازاي لن نستطيع أن نتنبأ بالمستقبل بسرعة دقيقة، لأن ممكن تكون مصدر هذه الطاقة المظلمة يتغير بعد شوية أو يحصل تغيير فيه، فبدل الكون ما يقعد يتوسع أوي ينكمش تاني، مش عارفين. ولكن النهاية الكئيبة اللي أنا وضحتها لحضرتك من شوية دي هي ما يتراءى لنا الآن في الوضع الحالي. جميل. وسؤال أيضا عادي، الإجابة بنعم ولا عادي، هل كان احتمال أنه نيزك يضرب الكرة الأرضية وتفنى، يعني تفنى الأرض وتفنى الحياة؟ الاحتمال موجود طبعا، ولكن بحسب فهمي هو احتمال ضعيف. يعني أنا شفت مرة كيرف لطيف جدا بيعمل بيرسم إيه؟ بيرسم منحنى جميل ما بين حجم النيازك اللي بتخبط الأرض وبين الفترات اللي بينهم، بمعنى أن مثلا الأرض بيضربها كل يوم نيازك كتير بحجم حبة الرمل، دي بتتحرق في الطبقات العليا، ودي اللي بتشوفها حضرتك في شكل نيزك محروق، يعني شوتينج ستار، واخد بالك؟ طب دول بينهم من بعض دي لتسي بينهم من بعض ثانية مثلا، ولكن عشان خاطر يخبطنا نيازك أكبر حجما تؤثر علينا الفترات ما بينهم هتكون كبيرة جدا. يعني مثلا آخر نيزك خبط الأرض أدى إلى فناء مجموعة كبيرة جدا من الكائنات اللي كانت عايشة في الأرض كان من 65 مليون سنة، وهو النيزك اللي الناس بتقول عليه هو السبب في انتصار الديناصورات. حجم هذا النيزك معناه ان المسافة ما بين نيزكين او الوقت ما بين نيزكين بهذا الحجم يخبطوا بعض لازم تكون مسافة كبيرة جدا، علشان الاحتمالات بتقل كل ما حجم النيزك زاد. ولذلك الاحتمال موجود، ولكنه احتمال ضعيف، او على الاقل الوقت الزمني ما بين نيزكين بهذا الحجم بيزيد قوي قوي. جميل. هل سرعة الضوء اكبر أم سرعة توسع الكون وتباعد المجرات أكبر؟ سرعة الضوء ثابتة، وهي أعلى سرعة ممكن لأي شيء أن يتحرك في الزمكان، لكن الزمكان نفسه يستطيع أن يتمدد بأسرع من سرعة الضوء بالنسبة لمراقب، ودي حاجة كنا كلمنا فيها من شوية، يمكن حضرتك ما كنتش لسه دخل. بالنسبة لينا إحنا هناك بالفعل أجسام بعيدة جدا سرعتها تتعدى سرعة الضوء، ونحن لا نراها لأنها سرعتها أعلى من سرعة الضوء، فنحن لا نراها ومن المستحيل أن نراها، خرجت برا حدود الرؤية بالنسبة لنا. ولكن المعادلات النسبية العامة بتقول أنه ممكن ووارد أن الزمكان نفسه يتمدد أسرع من سرعة الضوء بدون أي مشكلة مع حتة أن سرعة الضوء نفسها ثابتة وحد أقصى بالنسبة للأشياء المتحركة. فالسؤال هنا، إذا كان توسع أو تباعد المجرات أسرع من سرعة الضوء، فكيف وصلنا يعني الضوء للمجرات او النجوم اللي هي قبل؟ يعني ما هم دول اللي طلعوا بسرعتهم اعلى من سرعه الضوء، دول مش هتشوفهم تاني.
خلاص. إذن إذا النجوم اللي هي وصلنا ضوءها هل هي بعدنا أم قبلنا أم ماذا؟ لا اللي وصل لنا ضوءها ده معناها إن سرعة بعدها عننا يعني معقولة بحيث إن أنا الضوء اللي طلع منها يصل إليه في زمن فاينايت مش أكتر من كده. ولكن كل ما تبعد كل ما الضوء ده بيحصل له ريت شيفت، كل ما الضوء ده يختلف لغاية الضوء الضوء ده مش هيوصل لنا أصلا. جميل. بالنسبة يعني فقط ملاحظة إذا تسمحوا لي، أنا أعتذر، هو مش موصلناش، هو بيوصل لكن ما بنشوفوش، يعني بينزل إلى مستويات، يعني مثل جيمس واب راح نشوف بعد آخر في الكون، بمعنى البعد عمق آخر للرؤية، لأنه راح يستطيع رؤية ما دون الحمراء، ثم تستطيل الموجة حتى تصبح لا يمكن التقاطها إلا على مستوى المايكرويف، بعد ذلك تستطيل الموجة حتى لا نستطيع التقاطها بالمرة، ولكن هي الكون كله متصل متجانس ببعضه. بروفيسور معتز يقصد أن الجسم نفسه كي نراه بحد ذاته لم نعد قادرين، كل جسم يبعد عن 16 مليار فاصلة ثلاثة سنة بعد، مش زمن، بعد مسافة، لا يمكن أن يصلنا الضوء بعد ذلك نهائيا، الضوء الذي نعرفه ونتعامل معه visible wave، لكن بقية ما دون ذلك نتعامل معه حتى حدود الريد ويف، وبعد ذلك ننزل إلى الأسفل ما نقدر نشوف منهم أي شيء. لكن الأجسام اللي هي رحلت عن الكون بعد تشكله في 500 مليون سنة الأولى، خصوصا النجوم من الطور الأول، مش كلها ما نشوفها، في كثير منها نراها موجودة حتى قريبة يعني، لكن هذه أصبح مسارها لشيء ما داخل ضمن مسار السحب التي نسميها المرحلة الأولى من بعد 380 ألف سنة، لكن اللي طلعت برا تلك الفترة لا يمكن أن نراها بعد ذلك. لذلك نقسم أن هناك أفق للرؤية ومدى الرؤية لدينا الاختبارية، كذلك حدود وصول تلك الويفز اللي هو 46 مليار سنة، وبعد ذلك تصبح نسميها البارتيكل هورايزن، يعني تلك المرحلة التي نشأت فيها الجسيمات بالنسبة لنا ووصلتنا منها الإشارات، ولكن الإشارات هي تعتمد على النيترينوز اللي هو تفلت في الثانية الأولى، فلا يمكن أن نلتقطه بسهولة، هو مراوغ جدا، شبحي يعتبر، لأنه بروفيسور معتز قال أنه ينجذب إلى القوى النووية الضعيفة فقط، وهذا ما يجعل مهمة التقاطه صعبة جدا. فلذلك ممكن إحنا نرجع بعمر الكون كمبكر إيش الحالة. أما الكون بحد ذاته من اللحظة التي توسع بها كما تفضل بروفيسور معتز في الثانية عشر للأس ماينس 32 ما عاد نعرف حدود له مطلقة. مفهوم الفكرة. بالنسبة لمفهوم تايم كريستال أنا طلعت عليه مؤخرا، هل نعتبره أنه هو كسر قوانين الفيزياء ومفهوم البربيتشوال موشن اللي هو يعني لم يتم تحقيقه إطلاقا؟ لا لا لا، ما فيش ما كسر قوانين الفيزياء أو perpetual motion، لا لا، دي سيمترية. هي فكرة التايم كريستالز إيه؟ فكرة التايم كريستالز إن زي ما هناك سيمترية في السبيس لابد أن يتحقق سيمترية في الزمن، ولكن لما تيجي تقيس الطاقة بتاعتها هتلاقي إن الطاقة بتاعتها ما هيش يعني تستحدث من عدم، يعني زي ما بيقولوا هي نفس الطاقة بتكرر نفسها over and over again. ده حسب فهمي للموضوع. ويمكن دكتور سامر عنده فكرة أكتر شوية عن موضوع التايم كريستالز ده. اللي أنا فهمه يا دكتور سامر وصحح لي إذا كنت غلطان، إنها سيميليشن، ما هيش حاجة حقيقية. دكتور سامر مشغول يمكن. لا الاكسبيرمنت قدموا عليها اكزامبلز على ذلك، يعني حقيقية من اكزامبلز. دكتور محمد مش كافي تو ريسنت. تفضل تفضل دكتور نسيم حبيبي، مساك الله بالخير. أنا دكتور محمد، مساء الخير. تفضل مايك معي. تفضل يا بروفيسور، هي حالة يعني تعود في أساسيات التراتبية الجزيئات في ترابطها الكمومي، يعني يعتمدون على ذلك بإعادة التناظر التي تشكلها طبيعة المادة نفسها في الكريستلز، وهنا يبدأ عندنا التنظير على أن هذا البناء تم بناء، وهذا هنا
افتراض تم بناؤه على الانتانجلمنت اللي حاصل ما بين ذرات التركيب للمادة نفسها، فإذا تغيرت الأولى ستلحق بها للنهاية فتعود للبداية لأنها كلها مترابطة في لوب متكامل لا ينتهي، لأن هذا هو اللي حاولي. بما أنه هذا الكريستال مكون ليس فقط من عنصر واحد من المواد الكيميائية، توجد هنا تأخير، حال التأخير نعتبره نحن نشعر به وقت، ولكن هو يعني مسألة أكثر من ذلك بتركيبات العنصر، لأنها تعيد يعني كأنها تعيد ترتيب نفسها بنفس الشكل إلى مرات ومرات، ويوجد فيها ترابط كمومي لكافة الكريستالة. هنا يتحقق لدينا اللوب اللي يعيد الوقت اللي نحسبه إحنا ونعتبره إنه كريستال تايم كريستال على هذا الشكل، لكن كنموذج قدموا اثنين عليها فقط واحد. حسب أنا اللي هي كنموذج رياضي وارد، يعني الرياضيات تسمح، بس هل تسمح الفيزياء؟ هذا أمر يعني إحنا مفتوح للنقاش بشكل كبير جدا، لأنه إحنا مش هنعرف إذا إحنا رجعنا في الزمن راح تكون شكلها بنفس الشكل ولا مختلفة. وهم اعتمدوا على بعض الظواهر الكيميائية اللي بتغير حالتها على أساس إنه يحكي لك إنه ممكن تصير كمان فيزيائيا في هذه الحالة. لسه يعني it remains to be seen، يعني إذا كان هذا الشيء راح يتحقق. صحيح. أنا دخلت على موضوع التايم كريستال. دكتور سامر، بروفيسور معتز، أنا حشارككم بحث أنا قرأته قبل فترة، حتى يمكن نزلته على التويتر. يعني هو يعتبر experiment real على التايم كريستال، لكن الأمور بالنسبة للرياضيات بروفيسور معتز راح يوضح الصورة، وأنا أرسلتها سابقا يمكن أتصور لك. حضرتك أنا الحقيقة قريتها، ويعني يعني أنا الحقيقة ما درستش موضوع التايم كريستالز ده بالتفصيل الذي يستحق. أنا أخذت أكثر من نظرة. المشكلة في الموضوع إنه في ناس طريقة السرد اللي بتكون موجود مكتوب فيها تتكلم كأنه شيء حصل في الماضي، مع إنه هو لسه remains to be seen، عارف علي؟ إنه وبيكون بحيث إنه على فرض إنه كذا راح يكون عندنا كذا وكذا 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 كذا. المشكلة فيها بعد لما تكون على فرض، هذه كانت ب15 صفحة قبل الجزء اللي أنت تتكلم عنه، بيصير هذه الجزئية لما بيجي واحد من مبسطي العلوم بيعمل quote mining بيدور عليها وبياخدها وبيحكي لك إنه هذا الشيء صار في الماضي وانتهت الدراسات عليها وصارت مؤكدة، وإحنا بكرة راح نعمل time crystals وراح يتغير حياتنا في الكمبيوترات، وأشياء غريبة هيك تطلع مع الناس ما لهاش علاقة في الموضوع الأصلي. فأنا برجع بحكي يعني هي من ناحية رياضية شيء محتمل، يعني ما بمنع الرياضيات، ما بتمانع فيه، فلهذا السبب احنا ناخده للمرحلة الأخرى. يبقى عملية الرصد لمثل هاي الأشياء، والرصد بحد ذاته صعب لأنه احنا ما بنعرف نرصد أشياء إلى الأمام ونرجع لورا نرصدها إلا إذا وجدنا يعني تريك معينة حتى نقدر نعمل هاي الحركة في مثل هاي المواد. بنشوف احنا إذا غير الأمر في المستقبل يكون خير. فقط لو تسمح لي باقي سؤالين على السريعات لأني طولت. بالنسبة لمسافة، ممكن تسأل سؤال واحد يا أينشتاين، لأنه في وراك ناس كثير وأنت سألت 5 أسئلة لحد الآن. صح صح، راح نسأل مع السريع وما عنديش يعني مختصرة. إحنا لازم ندفع على فكرة. إذا الدكاترة ما عندهم ثاني بعد السؤال الثاني، السؤال ب10 دولار. 10 دولار عادي يعني أينشتاين المفروض إحنا اللي نسأله مش هو اللي يسألنا. لا، هو أينشتاين الحقيقي يتعلم منكم صراحة. أوكي، فباقي لي سؤالين. سريع على اللي قاله لك أستاذ سامر قبل ما تسأل. هي فكرة إن اللي تشكل معمليا مختلف شوية عن المفهوم اللي كان موجود عند الناس عن التايم كريستال. يعني اللي تم تشكيله معمليا هي محاولة الوصول للتايم كريستال بفورمات أو بشكل شبه اللي كان بيوصفه دكتور محمد كده، مش هي التخيل اللي كان موجود عندنا عن التايم كريستال. اكسبيرمنتالي احنا اشتغلنا بالادوات اللي عندنا، ده يفرق عن اللي كان موجود رياضيا ويفرق عن اللي كان حتى الثيوريتيكال فيزست متخيلين. فكل شيء هيعمل له ادجستمنت عشان نشوف كمان هنقدر نطور ده ازاي.
جميل، شكرا دكتور نسيم. فقط بالنسبة لمسافة بلانك، هل هي شيء مثبت حاليا أم لا تزال فرضية؟ ولو كانت مثبتة وصحيحة، هل يعني هذا أنه الحركة هي عبارة عن تيليبورتيشن؟ على فكرة مسافة بلانك هي شيء معرف، يعني مش لازم انك تثبت. انت لما تعرف الشيء، انت زي ما بتحكي انه هذه المسافة، انا رح حمد ايدي وهقول لك انه هذا هو المتر المعياري، انا عرفته خلاص، هذا هو التعريف اللي الكل رح يمشي عليه بعد هيك. هذه مسافة بلانك، المسافة اللي بيقطعها الضوء ماشي الحال خلال زمن بلانك. تعريف كلها اشياء معرفة ببعض. ايه، لانه ممكن ما تستعملها على فكرة، انت ممكن ما تستعملها، هي بس طريقة لانك تحدد اشياء صغيرة، زي لما احنا عرفنا شيء اسمه انجستروم مثلا، اللي هو وحدة قياس صغيرة جدا، احنا ممكن نستغني عنها ونقول مثلا نانوميتر او مايكروميتر او كومبينيشن بينهم، بس هي كانت مفيدة لاشياء لاستخدامات معينة، فقررنا احنا نحط وحدة الانجستروم مثلا، وهي وحدة قياس. فنفس الشيء بالنسبة لمثل هاي الوحدات اللي احنا بنطلعها بالتعريف، بنحط لها ديفينيشن، احنا بنحدد قديش طولها. صح، ولكن الفكرة هي أنه لو عندنا فرجار يدور، فهو لما يعود لنفس المكان هو مستحيل أنه يتم الدورة هذيك، لو هو فات من ما لا نهاية من المسافات، يعني هو لازم يكون مر من مسافة محدودة وإلا لن تنتهي تلك الدورة. أنت لا لا ما لا نهاية بتنتهي عادي جدا. رجعنا لزينو عادي خالص، ما فيش مشكلة، وعندنا سيريز لا نهائية بتنتهي عادي خالص، ما كونفيرجنس لها قيمة يعني. ما فكرة ان الملانية لا تنقضي دي مش موجودة في الفيزياء النظرية ولا في. اوكي، اذا السؤال الاخير في نفس السياق، لو واحد يحب يرسم قرص من مجموعة مستقيمات، فهو لازم يدير المستقيم بدرجة ثم بدرجة ثم بدرجة باش يشكل القرص، لكن في الحقيقة هو كل ما يديره بدرجة وتكبر الكاميرا مثلا راح تلقى انه لا يزال يوجد فراغ، فلو تزيد تضع مستقيمات بينهما، وبالتالي هنا الفكرة أنك ما كشح تقدر تضع عدد لا نهائي من المستقيمات لتنهي ذلك القرص، لأن كل ما تكبر العرض بالكاميرا راح تلقى أنه ما زال هناك space in between. إذن يعني من خلال هذا الشيء، كيف يعقل أنه إحنا مش قادرين نرسم قرص perfect بمجموعة لا منتهية من المستقيمات، وفي نفس الوقت نقطع مسافة لا منتهية، وهي فاهم الفكرة وين يعني؟ من قال لك الاشكال اللي عندك عدد لا، حط عدد لا نهائي من المستقيمات، ما في مشكله، ما انت ما دام وصلت لعدد لا نهائي من المستقيمات فانت مش قادر ترصد العدد لا نهائي من المستقيمات ايضا. كل ما انت تقرب حط مستقيمات كمان، كل ما تقرب انت حط مستقيمات كمان، كل ما تقرب قرب حتى لو توصل ثابت بلانك برضو حط مستقيمات، مش عاجبك انزل كمان تحت ثابت بلانك حط مستقيمات. وهذا اللي انا محيرني، هذا اللي انا محيرني انك قادر تستمر. طيب انا حاول لن تنتهي. لا معلش، نعم. الرياضيات هنا بتقول ان في لا نهايه وفي انفينيتيسيمال نمبرز وفي حاجات كثيره جدا في الكالكولس، وهناك علم بحاله في الرياضيات اسمه الترانس فاينايت ماثيماتكس بتاع جيورج كانتور، يعني الموضوع مش بالبساطه ديت. كنت اتمنى يكون معنا الدكتور محمد بركات استاذ الرياضيات عشان يجاوبك على السؤال، ولكن اعتقد نظر لانه مش سؤال فيزيائي قوي فمعلش اسمح لي نعمل له سكيب. نعم مش إشكال. المهم هذه كانت كل الأسئلة، شكرا نادك. شكرا أينشتاين. ننتقل لجون. جون تفضل. أيوة صوتي واضح؟ لا صوتك واطي جدا. طب كده لسه واطي؟ أيوة كده أحسن. كده احسن اعتقد. تفضل يا جماعه، احنا ما دفعنا اينشتاين، احنا المفروض ان يكون هو سأل خمس اسئله بعد الخمس اسئله، فاحنا يعني طلعنا تفضل. طيب انا عندي سؤالين. اول سؤال، ايه رايكم في ال different interpretations of quantum mechanics؟ يعني ايه ال interpretations اللي بتفضلوها بشكل شخصي يعني personally؟ كلها محاولات لفهم ما لا يمكن تخيله. من الآخر. في النهاية ولا هو أي حسبة بتحسبها ولا أي تجربة بتعملها بتعتمد على أي واحدة من محاولات الفهم دي. ولذلك أنا شخصيا من مدرسة shut up and calculate.
اوكي انا قريتهم yes. كلهم ودرستهم كلهم لك خيال زي الماني وورلدز انتربريتيشن بتاع ايفرت، ولكن يعني yes. في النهايه انا التجربه بتاعتي هي المحك وهي الرصد وهي اللي بستند اليها، والمعادلات بتاعتي بتتنبأ بنتيجه التجربه والتجربه بتطلع نتيجه بغض النظر عن الانتربريتيشن. يس تمام. طيب وايه رايك حضرتك في البوميا ميكانكس، خصوصا ان انا لسه قاري من فتره قريبه كان في تيم في جامعه ال ام يو بيحاول يديزاين اكسبيرمنت تقدر تفرق البريدكشنز بتاعه بوميان ميكانكس اللي هي بتاعه الهيدن فاريبلز، مش كده؟ ما هو ده السؤال المرتبط بيه. هو اللي انا كنت اللي انا فاهمه ان المفروض ان بيلز اكسبيرمنت اثبتت ان مفيش هيدن فاريبلز، بس في نفس الوقت انا قريت انه ده ما ينطبقش على البوميان ميكانكس عشان هي مش لوكال، هي نون لوكال. انا دي مش فاهمها، انا مش فاهم يعني ايه بقى هي لوكال، ان هي مش كلمه لوكال بتستخدم لفهم ماذا يحدث من نقطه لنقطه في الزمكان، يعني من نقطه للنقطه اللي جنبيها على طول اللي بينها انفينيتيسيمال اماونت اوف ديستانس، دي بتسميها لوكال، التحرك اللوكال من هنا لهنا. ولكن التحرك النون لوكال هو الحركه ما بين نقطه في الزمكان ونقطه بعيده بدون المرور في النص، ده النون لوكاليتي اوف كوانتم ميكانكس، ودي من المشاكل التخيليه. بالنسبه لموضوع البوميان فاريبلز، انا حسب فهمي لبيلز ثيورم عليها كونسترينتس معينه، حسب ما اذكر مش فاكر هي ايه بالظبط، بس هي عليها كونسترينتس رياضيه. هذه كونسترينتس قد لا تنطبق مع بعض الانتربريتيشنز، ولذلك يحق لنا هنا ان نسال هل اقدر فعلا اصمم تجربه تفريق ما بين الانتربريتيشنز المختلفه. ده اعتقد اللي حضرتك تقصده بالتجربه اللي انت قريت عنها، انا ما اعرفش التجربه دي، ولكن وماله، يا ريت لو قدروا يعملوا هذا ووصلنا ليه انتربريتيشن مفضل او الطبيعه بتفضله يبقى كتر خير الدنيا، ولكن على حسب علمي ما حصلش. احنا بتحل لنا مشاكل كتير اصلا اذا قدرنا نوصل لمثل هذا الشيء، ولهذا السبب يعني هي تعتبر هدف حدتها، ولكن الله اعلم اذا رحت. اوكي بس انا طب انا بس انا مش فاهم هو ايه اللي في بوميان ميكانكس النون لوكال، ايه علاقه ده بقى بالبوميان فاريبلز، يعني ليه هي مش لوكال؟ يعني مش عارف. ابعت لي الخبر اللي وصلك ابعت لنا اللينك بتاعت الخبر اللي انت قريته، لان انا يعني مش في دماغي الاجابه الحقيقه. طيب اوكي طيب سؤال تاني. احنا هنعمل اكسبوننشال انكريس لكل بعد الاسئله، كل سؤال اول واحد ب $10 الثاني ب 100. لا انا عندي انا عندي يعني انا ممكن اكمل الاسئله الى ما لا نهايه، بس انا I will stop عند سؤالين بس كفايه. فالسؤال الثاني هو انا عارف انه الليميت يعني اسرع سرعه لحاجه ممكن تمشي في السبيس تايم هي سرعه الضوء، لكن السبيس تايم نفسه ممكن يكسباند، وده اللي بيحصل اي ثينك اسرع من الضوء، ده ملهاش علاقه. تمام. كان في افكار هي اصلا في يعني جايه من الساينس فيكشن، ان احنا ممكن نستغل السبيس الامكانيه دي في السبيس تايم، ان احنا نعمل حاجه ممكن تخلينا نقدر نترافل فاستر ذان لايت، اللي هم في الساينس فيكشن اللي هي الورب درايف. ايوه مظبوط. وكان في هل ده ممكن في يعني انا شوف. كان في بيبرز ناس بتحاول تثيورايز الموضوع ده في الواقع. في حل للنسبيه العامه اسمه الالكيوبيري سبيس تايم. الكيوبيري ده راجل فيزيائي مكسيكي من حوالي بالظبط كده من حوالي 20 سنه وجد احد حلول النسبيه العامه بتشتغل كالاتي، انه تقدر او يعني هو بيفترض ان انت لو عملت بابل من السبيس تايم تحيط بسفينه فضاء، هذه البابل تنكمش امامها وتنقلص وراها وتنكمش وتتمدد تنكمش وتتمدد، في حاله انكمش وتمدد تستطيع هذه البابل ان تتحرك بسرعه اسرع من سرعه الضوء. السفينه جوه في حاله ثبات بالنسبه للسبيس تايم، ولكن البابل نفسه بيتحرك اسرع من سرعه الضوء، وبالتالي السفينه فعليا بتنتقل من مكان لمكان اسرع من سرعه الضوء.
هذا حل نظري. هل من الممكن انه يكون تكنولوجيكلي بوسيبل؟ محدش عارف. حسب ما قرأت من فترة ناسا حط بادجت صغيرة كده للأبحاث في الموضوع ده. إيه موضوع أصبح موضوع هندسي. أنا theoretically ممكن وارد إن هذا الشيء تسمح به النسبة العامة، ولكن practically بقى أعملها إزاي دي قصة ثانية. أنا كلمت الدكتور عمر حاتم لحاول يشرح لي الموضوع عشان أفهم هم بالنسبة لهم في ناسا بيعملوا الكلام هذا إزاي. قال لي الموضوع بعيد جدا عن التطبيق الآن، ولكن أن يفتحوا بجد الدراسة هذا لا يعني تحقيق الأمر. الدكتور سابق قال على قبل قليل يعني لما تكلمنا على موضوع ما الفاصل ما بين رؤيتهم ومحاولتهم فهم المشروع قبل بدايته. بروفيسور معتز شرحها بشكل جميل، ولكن أنا متعدي عليكم في مسألة التبسيط وحاول. يعني هي تشبه إلى حد ما الغواصة داخل المحيط بهذا الشكل، لها قاعدة، الجالس داخل الغواصة هو المركبة، والغواصة هي البابل اللي ذكرها، والمحيط هو السبيس تايم. لكن الفكرة أن هنا يوجد مادة ممكن أن نتعامل معها كوسيط، ممكن نتحرك فيها ميكانيكيا ونكسب الدفع من خلالها وتكون الحركة كلاسيكية. في السبيس تايم الأمر مختلف تماما. أتصور أنه نحتاج إلى فهم الجاذبية بشكل أكبر، ممكن نخلي السبيس تايم يعمل هذا الوربينج اللي يسمح للمركبة أنها تسير من جهة يكون لديها شد ومن جهة يكون لديها إراحة، بمعنى تستطيع الميل باتجاه الوربينج اللي عاملته الطاقة. لكن هذه الطاقة ما أتصور أنه راح تكون بالساهل، ممكن رياضيا بروفيسور معتز يشرحها، لكن ما راح تكون بالساهل أنه نقدر نصلها. بس الفكرة أكثر من رائعة، خصوصا كمان أن هم حسب ما قريت هي محتاجة حاجة اسمها negative pressure، which is حاجة عمرها ما حصل يعني ما تحققتش في الواقع خالص. بالضبط، ده صحيح. أوكي، شكرا جون. طيب تمام، شكرا. ننتقل للمرادي. دكتورة شذا إذا تسمحي لي بس، الروم هذا مسجل صح يا أخوان؟ لأنه في سؤال متكرر طلب مني أنه أجاوبه على الريبلاي مفتوحة، وإن شاء الله بعد الروم ما تخلص أنا هحط التسجيل كاملا على اليوتيوب عندي. الله يجزاك خير. فمعليش تحط لنا رابط القناة فوق موجود يا فندم حضرتك فوق هو مش باين ولا إذا موجود. لا أنا ما أدري، أنا يمكن أكلمكم من البي سي فما يظهر عندي. لا لا موجود، يمكن لازم أسوي أبديت. ربنا يبارك سمع صاحب اللي. وكمان ما حتكون موجودة في الكلوب هاوس نفسه، على لو دخلت على بروفايل الدكتور معتز حتلاقيها موجودة في خاصية جديدة الآن على الكلاب هاوس، وبتبقى موجودة في النادي كمان نفسه ملتقى للوقت نادي. اكزاكتلي على بروفايلاتنا كلنا وكل الناس اللي طلعوا سبيكرز راح يكون موجود. طيب اي المرادي موجود؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي استفسار بخصوص الفيزياء البيج بان. السؤال هو نحن معروف ان في الرياضيات صفر زائد صفر يساوي صفر، واحد زائد صفر يساوي واحد. لكن السؤال هو كيف للصفر زاد بالعدد واحد من العدم؟ يعني كيف كانت بداية الكون من الآخر كده؟ فيزيائيا لا نعلم، المجهولة تماما. اوكي يعطيك العافية. شكرا. اي سوري اني كنت نزلتك لانه ناديتك وما كنتش موجود فنزلتك. اسماء اعتقد احمد الان معنا. احمد تمام. السلام عليكم. انا عندي سؤالين وطلب. ماشي. السؤال الاولاني بالنسبه للدكتوره كنت سالت اللقاء اللي فات، بس حابب اسال كمان سؤال فيها، وهو لو واحد عمل بي اتش دي مثلا في مجال معين في الفيزياء، لو حب يعمل شفت المجال تاني في الفيزياء نفترض مثلا الجرافيتيشن، هل هيكون يعني عنده نضج علمي كافي ان هو يكمل من غير نفسه، ولا هيبقى محتاج تاني يعمل بي اتش دي عشان في المجال اللي هو عايز يعمله شفت؟ ممكن. بتحصل يعني، بس انت وشطارتك بقى. هي يعني ما اصل عشان انقل شفت كامل
لتخصصي بعد البي اتش دي لحاجة تانية، ده معناه ان لازم اعوض بقى كل العلوم اللي انا اتعلمتها بحاجات جديدة حسب حجم الشيفت. يعني مثلا لو انا كوندنسد ماتر فيزيست وعايز انقل هاي انرجي مثلا، وردة انا شفتها بتحصل على فكرة، يعني شفت ناس كانوا هاي انرجي ونقلوا كوندنسد ماتر والعكس، خصوصا ان في تشابه في بعض النظريات، بس في مجهود كبير لازم يتبذل علشان تعوض الفرق المعرفي ما بين الاثنين. فكل شيء وارد وانت وشطرتك. بس يقدر من نفسه ولا احترج برضه مشرف؟ ممكن من نفسك بقى، ما انت وانس ان انت وصلت لمرحله الدكتوراه انت بقيت باحث. يعني ايه؟ يعني تستطيع ان تبحث لوحدك وتذاكر لوحدك، ما انتش محتاج مشرف اني مور، وخصوصا لو عضضت هذا ببوست دوك مثلا سنه ولا سنتين. تمام. السؤال الثاني يا دكتور عن تاريخ العلم. الحقيقة في كل المحتوى اللي شفته على اليوتيوب كان سطحي لحد كبير، بس أنا شايف إن تاريخ العلم بيكون غامض شوية. مثلا أنا أعرف تطور العلم مثلا الفترة اللي هي علماء النهضة، العصر الحديث لحد ما لحد أينشتاين مثلا حتى الآن. هل في حاجة مثلا حضرتك تنصح بيها عشان الواحد يلم بالتاريخ العلم بطريقة لحد ما تكون تساعد المحتوى العلمي في حد ذاته مش مجرد كثقافة؟ يعني هو طبعا يعني بس انا هقول لحضرتك حاجة. الدراية بتاريخ العلم انا شخصيا شايف انها مهمة لثقافة الانسان العامة، خصوصا الباحث اللي بيشتغل، ولكنها ليست ضرورية 100%. يعني ممكن جدا اتخيل واحد بيشتغل في الفيزياء وهو ما يعرفش القوانين دي جات منين او جات ازاي، ولكن في تصوري ثقافتك العامة تخليك فيزيائي افضل لو انت عرفت الحاجات دي اتطورت ازاي وجات ازاي، عشان تفهم الفكرة العامة للبحث العلمي بتحصل ازاي. ده رأيي يعني، ما عرفش اذا كان حد من السادة المودريتورز عنده رأي. تمام. طلب بقى دكتور، كان بس عفوا مرة تانية، كان عن تاريخ العلم. تاريخ العلم ما تمام. لو تعيد سؤال بالنسبة لتاريخ العلم او تاريخ العلم. لا، كنت عايز أسأل عن إزاي أقدر ألم بتاريخ العلم وناحية أهميته بالنسبة لو دارس حد ذاته مش مجرد ثقافة. مهم جدا يعني. جدا جدا تاريخ العلم، إحنا لازم نعرف مش بس إحنا المعلومة، إحنا عايزين نعرف كيف وصلنا للمعلومة. يعني هي أصلا إحنا المعلومة هاي إحنا أخذت، في ناس أفنت حياتها علشان تعملها فعليا، فإحنا عايزين نعرف الطريقة اللي هم وصلوا فيها، طريقة تفكيرهم، الحيثيات اللي كانت حاصلة، النورمز اللي كانت موجودة في وقتهم. يعني لما إحنا والله كان في نهاية القرن 19 لما كانوا عمالهم بيحكوا إنهم بيحاولوا يبحثوا عن الأثير، ليه بيبحثوا عن الأثير؟ ليه؟ شو اللي خلانا نوصل لهاي المرحلة؟ ليش كان عندهم هذا الاعتقاد؟ لما طلع أينشتاين وحكى لك إنه سرعة الضوء ثابتة، ليه؟ ليه ما كانواش عارفين هذا الكلام أبدا؟ مع انه احنا كنا عارفين ان سرعه الضوء كبيره مثلا، وكان هذا ابراهام مايكلسون اللي من اهم الناس قام بقياس سرعه الضوء الى درجه يعني يمكن 9 اللي احنا بنعتمدها حاليا، يعني باجزاء قليله جدا الفروق. طب ليه ما كانواش عارفين انه سرعه الضوء ثابته؟ طريقه معرفتنا او تعلمنا للمعلومه او وصولنا للمعلومه بحد ذاتها معلومه قد تكون باهميه المعلومه نفسها. يعني ممكن تجاوبك على اسئله وتساؤلات بيحصل عليها المتعلم فيما بعد. لهذا السبب احنا عندنا ضعف كبير احنا في تعليم منهج الفيزياء. احنا بنمر على الموضوع ومرور الكرام، بيقول لك التفاحه وقعت على راس نيوتن وبعدين احنا تغلبنا معاها من وقتها واحنا مشغولين في لا لا لا، مش هاي القضيه وقوع التفاحه مش هي المهمه اصلا. شوف احنا نسينا القصه الاساسيه ومسكنا في قصه فرعيه تماما اللي هي القصه الرومانسيه تبعت وقوع التفاحه. هو السؤال كان ليش وقعت التفاحه ولماذا تسقط بتسارع؟ ولهذا السبب راح احط لك بدأ ينظر الموضوع بطريقة رياضية ويحاول يحللها ويطلع النتائج. لازم نفهم التاريخ اللي قبل. طب قبل نيوتن شو كانت الناس تقول؟ يهمنا نعرف مبدأ الامبتس هذا اللي كان موجود، انه الاشياء لها هو بيشبه قصور ذاتي بس مختلف تماما، انه هو مش قصور ذاتي، هو إرادة ذاتية او شيء غريب يعني كان موجود وكان متقبل، كان منطقي في وقت، بس لانه احنا ما كانش في عندنا المعرفة الكافية حتى نعرف ايش اللي حاصل. التاريخ بحد ذاته، تاريخ العلوم وفلسفة العلوم مبحث علمي كامل. المشكلة فيه انه بيحتاج لخاصيتين، انت لازم تكون فاهم تاريخ ولازم تكون فاهم علوم عشان تقدر تربط الاثنين ببعض، والخاصيتين هدول صعب يجتمعوا بشخص، لانه التاريخ
في ناس إلها قدرة على الحفظ والتنقيب في التاريخ بطريقة معينة، والعلوم إلها ناس برضو معينين بيحبوا الفهم والحل وهذه الأشياء، فإنك تجمع الاثنين مع بعض فيها صعوبة كبيرة، ولكن في ناس عملت هذا الموضوع. وإحنا أعتقد في كتاب مهم جدا لواحد اسمه ألان هيرشفيلد، وهو اسمه السباق إلى قياس الكون، بارلاكس اسمه السباق إلى قياس الكون، بيشرح لك فيه من التاريخ بعض المشاكل اللي إحنا واجهتنا في نقطة واحدة بس من الفيزياء، اللي هي تحديد بعد النجوم عنا وحركة مجموعتنا الشمسية بالنسبة للمجرة اللي إحنا فيها. شوف موضوع بسيط جدا، كاتب عنه كتاب كامل، وموضوع أخذ مئات السنين وإحنا نبحث فيه. فأنا بشجعك جدا على هذا الاتجاه، وأنا بعتبره من أهم الأشياء الموجودة في الفيزياء، لأنها بتجاوب على أسئلة تالية كانت الحل الجواب تبعها كان المعلومة اللي إحنا عندنا حاليا، بس إحنا مش عارفين أصلا شو السؤال اللي كان مطروح، لأنه إحنا خلاص اتخطينا هذا المجال وصرنا عارفين المعلومة ومسكنا المعلومة وبنينا عليها بدون ما نفهم الأساس اللي عندها. وبس، وبعتذر على الإطالة أنا بس لأنه هذا الموضوع. تسلم. شكرا دكتور سامي، شكرا على التوضيح. ننتقل لأسماء. أذكرك بس في طلب، بس دكتور معتز في موقع الجامعة بتاعت حضرتك كان ذكروا أكثر من مرة أن حضرتك درست كورس الإلكترومغناطيك، فكنت يعني طلب لو حضرتك في محاضرات في الإلكترومغناطيك أو في أي كورس تاني لو حضرتك ترفعها لنا، خاصة يعني في شريحة السيارة. وما تسجلتش الإلكترودينامكس الكورس دوت بتاعي، ما سجلتوش، بس طبعا انت لو عايز كورس الكترودينامكس بتسجل، انت هتلاقي ويب سايتس كتير قوي قوي، يعني MIT حتى كل الكورسات بتاعتها اونلاين، احنا لسه ما عملناش الحكايه دي. وهتلاقي كمان جامعه زويل في مصر حتى معظم كورساتها اونلاين بما في ذلك الكورس اللي انا بدرسه عندهم، ولسه ما خلصوش يعني، هم ما زالوا في مرحله التسجيل. فلو حضرتك دخلت على الاوبن كورس وير بتاع اي من هذه الجامعات هتلاقي كورسات مستفيضه جدا. شكرا. شكرا يا احمد. ننتقل لاسماء، تفضلي اسماء. السلام عليكم. هو انا حضرتك سامعني؟ تمام. وانا كان عندي بس يعني لو سمحتوا لي كان عندي اضافه صغيره على الجزئيه بتاعت هل الطاقه تتحول الى كتله او الكتله تتحول الى طاقه، ممكن؟ هو مبدئيا بس اللي بسط الكلام ده او اللي ربط الكلام ده العلاقه بين الطاقه والكتله وقال ان هي وجهان لعمله واحده، هي معادله الشهيره بتاعت ألبرت أينشتاين اللي هي E=mc². الانرجي بتساوي الكتله في مربع سرعه الضوء. المعادله دي وقتها كانت 1945 هي اللي توصلت للقنبله النوويه او القنبله الذريه وقتها، وكانت اكتشاف خطير جدا جدا جدا. يعني احنا عندنا كمية من الطاقة هائلة ممكن تطلع في كتلة صغيرة جدا 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 زي الكتلة بتبقى موجودة داخل الذرة وإلى آخره. طيب هل الطاقة ممكن تتحول إلى كتلة؟ في بعض الناس قالت ان الموضوع ده ممكن، زي مثلا وديت مثال على كده، قالت ان الطاقة بتاعت الشمس ممكن عن طريق ان هي بتتحول، الطاقة بتتحول من صورة إلى أخرى، يعني الطاقة الحرارية ممكن تتحول الى صورة. هو مش بس ممكن، هو بيحصل كتير جدا، ولسه كنا بنجاوب على نفس السؤال من شويه، انه تحول الطاقه الى كتله ده بيحصل كتير في المعجلات النوويه وجوه الانفجارات الهيدروجينيه، فده وارد وموجود ومرصود. اتفضلي يا فندم. هو حضرتك في سؤال؟ هو حضرتك مش مرصود بصوره واضحه؟ هو لا 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 مرصود. في بعض مرصود. الحالات حضرتك في سؤال؟ عندك سؤال يا اسماء؟ هو انا كان عندي اقتراح ان احنا ممكن نعمل مواضيع، بعض المواضيع للفيزياء تكون بسيطه اللي هي علاقتها بالحياه اليوميه، يعني مثلا زي البرق زي الرعد زي الحاجات دي، وندي فيها معلومات ممكن تفيد الناس. وكنت حابه اناقش مع والله احنا هذا اللي بنحاول نعمله هنا، بس انه بنحاول انه نجاوب الاسئله بسرعه، على خصوصا اذا كان في اسئله من هاي المواضيع، واذا كان عندك سؤال فيها احنا سعداء جدا ان نجاوب. هي المواضيع متخصصة قوي، أنا أقصد إن إحنا كنا نبسطها بسرعة أبسط للناس اللي غير متخصصة. في بنعمل رومات كتير من هذا النوع، وطبعاً في فيديوهات، وحضرتك لو دخلتي القناة بتاعتي هتلاقي بعض الفيديوهات معمولة، فده كل ده موجود طبعاً ومتوفر، بس هو الهدف من هذه الغرفة هدف مختلف الحقيقة. فإذا كان حد حضرتك سؤال اتفضل.
طيب كنت حابة أسأل عن تجربة الشق المزدوج اللي هي أو الطبيعة الموجية للإلكترون، لو حد عنده فيها معلومة ممكن يفيدني. شكرا. طب ايه السؤال يا فندم؟ يعني هو إمتى بعض العلماء لما عملوا التجربة أو رصدوها لقوا إن الإلكترون ممكن يتصرف بطبيعة موجية أحيانا وممكن يتصرف بطبيعة جسيمية أحيانا؟ تمام. صح يا فندم. إمتى ممكن، انا عارفة يعني انا بسأل ان هو امتى ممكن يتصرف كده وامتى ممكن يتصرف كده، لو وايه تم هذه رصد، شوف النتائج. حضرتك، التجربة الشق المزدوج بتقول إن عدد كبير جدا من الإلكترونات أو الجسيمات حينما تتصرف لوحدها بدون رقابة، بدون ما حد يراقبها، بدون جهاز ما يرصدها، تتصرف كموجة. حين يرصد إلكترون واحد أو عدد واحد فقط من كل هؤلاء، واحد ورا واحد ورا واحد، ويرصد طريقة عمله، فدي بتتحول هنا النتيجة إلى نتيجة جسيمية. إذا كان سؤال حضرتك كيف يمكن التوفيق ما بين الاثنين، فالإجابة لا يعلم أحد. أنا دايماً بقول إيه؟ أنا دايماً بقول الطبيعة الموجية والطبيعة الجسيمية هي راجعة لطبيعة الجسيم نفسه. هو ليس موجة وليس جسيم، ولكنه شيء ثالث. والشيء الثالث ده نحن نرصد ظواهره أو نرصد خصائصه بحسب حالة القياس اللي عندنا وبحسب التجربة اللي عندنا. لما تيجي بقى حضرتك تتعمقي أكتر في ميكانيكا الكم، وتنتقلي من ميكانيكا الكم العادية اللي هي النون ريلاتيفستيك كوانتم ميكانكس إلى الريلاتيفستيك كوانتم ميكانكس، ومنها إلى حاجة اسمها نظرية المجال الكمومي أو الكوانتم فيل ثيوري، الصورة بتتضح أكتر، لأن هنا بتنتفي بقى كل المشاكل دي، وبيطلع لنا الصورة مختلفة تماما، أن أصلا الإلكترون عبارة عن مجال فيلد، في حاجة اسمها الإلكترون فيلد الذي يملأ الفراغ كله، والكمومية بتاعته أو تكميمه أو الكوانتايزيشن بتاعه هو اللي بيطلع بارتكلز. هنا الصورة بتتغير وتصبح صورة أخرى. أنا بحاول أبسطها دايما بأن أنا أقول أن ميكانيكا الكم العادية اللي احنا كلنا بنتعلمها في تحت مستوى البكالوريوس هي تبسيط في حالة السرعات البسيطة لما هو أعمق من ذلك، وهي ميكانيكا الكم الكمومية أو المجال الكمومي. فده يمكن إجابة مختصرة للسؤال. هو كان سؤالي ان انا لما درست التجربه ديت انا مش قادره افهم هو الالكترون فاهم ازاي ان هو بيتراقب لا فبيتصرف هو مش بطبيعه فاهم، مختلفه عن لما هو مش فاهم. ما انا قلت لحضرتك انا الالكترون ليس فاهمه، بس هو موجه ليه؟ وليس جسيم. الالكترون ليس موجه وليس جسيم، الالكترون شيء اخر، هو ليس هذا وليس هذا. حين نرصده او حين نرصد تاثيراته احنا بنفسرها على انها تفاعل موجي، وبنفسرها على تفاعل جسيمي بحسب التجربه بتاعتنا. ده اللي بيحصل فيها شيء اسمه الكولابس اوف ذا ويف فانكشن. طيب معناها ايه الكولابس اوف ذا ويف فانكشن؟ هختصر عليك السكه واقول لك محدش ريلي عارف، ولذلك في انتربريتيشنز للكوانتم ميكانكس. في ناس يقول لك البروبابيلتيز، في ناس يقول لك المالتي الماني وورلدز انتربريتيشن. هنا بنخش في انتربريتيشن، ولكن ما نرصده في الواقع هو يا اما تفاعل كانه موجه، يا اما تفاعل كانه جسيم بحسب طبيعه التجربه بتاعتنا. الالكترون ما بيعرفش هو مرصود ولا لا، ولكن طبيعته بتختلف بحسب طريقه القياس بتاعه. انا هعطيك مثال يمكن بسيط يساعد بس بالفهم لشيء معين. لو انت عندك لمبه، واللمبه هاي انت قادره انك انت ما تقدريش تشوفيها بعينيك، لكن انت تقدري تلمسيها لمس، فانت راح تقولي انه هذه اللمبه عباره عن جسم انا ممكن المسه. بنفس الوقت اذا انت كنت تقدر تحسي مثلا حرارتها من مسافه بعيده، راح تيجي تحكي انه هذه اللمبه هي مصدر حراره. لو انت قادره انك انت تشوفيها بعيونك من بعيد من غير ما تلمسيها، فحتقولي انه هذه اللمبه هي عباره عن مصدر ضوء. الثلاث تفاسير اللي انت حكيتيهم صحيحه، لكن هل اللمبه هي واحد من هدول؟ لا، انت لازم تستعملي اكثر من حاسه علشان تقدري انك تطلعي فيها بنتيجه. فلما تقيسيها بايديكي بيكون شكل، ولما تشوفيها بعينيكي بيكون شيء ثاني، تفسير ثاني انت اللي شفتيها. لما تخلطيهم كلهم مع بعض تطلعي بالمعنى الحقيقي لمعنى لمبه. نفس الشيء بالنسبه للالكترون او حتى للجسيمات الصغيره اللي عملها لما نستعملها في تجربه الشق المزدوج، بتطلع لنا انها بتتعامل كانها موجات. جميل، لكن لما بنتعامل معها احنا في تجارب اخرى على اساس انها جسيمات صغيره بتتعامل فعلا بتتفاعل كانها جسيمات، فاحنا بيطلع لنا انه هي جسيمات تأخذ شكل موجي أثناء حدوث مثل هذه التجربة. ولما نرصدها إحنا في داخل التجربة هاي واحدة واحدة، برضو إذا ما رصدناهاش تطلع عنا بالشكل هذا، لكن لما نرصدها بتطلع عنا بشكل آخر. ليه؟ لأنه عملية الرصد نفسها بتأثر عليها. لما إحنا نيجي نرصد الإلكترون أثناء مروره في الشق، إحنا عملنا بنأثر عليه
بتأثير معين هو اللي بيسبب انه يتصرف بتصرف معين. هو ما عندهش إرادة شخصية يعني، مش هو مش شخصيته، هذه طبيعة المادة نفسها الأصل، ولكن عملية الرصد بتأثر عليه بالطريقة اللي احنا بتطلع عندنا النتيجة فيها. فلهذا السبب عندنا احنا تجربتين، التجربتين صح والنتائج فيهم التنتين صح، والجزء اللي طلع عندنا بالأخير هو خليط من الاثنين، ولكن التجربة اللي بتحكمنا بالجزء اللي احنا عرفناه. زي ما بدأ الدكتور معتز الروم في البداية انه احنا ما بنشوف الظاهر نفسها، احنا بنشوف تأثيرها علينا او تأثير الظاهرة هاي بشكل او بآخر، وهذا التأثير هو اللي بنحكم احنا شو اللي شايفينه او قادرين نحدده في مثل هاي الامور. اتمنى ان الصورة تكون واضحة، هي نفس هم نفس الاشياء، ولكن اللي حاصل هي طريقة الرصد اللي احنا بنرصد فيها هي اللي بتحدد احنا ايش الشيء اللي شايفينه. شكرا دكتور معتز ودكتور سامر. بس هل الكلام ده معناه ان احنا جسمنا كله بيتكون من خلايا ومواد والكترونات؟ هل بالتجربه دي ان هم قالوا حتى تعليق عليها يعني حد دلوقتي هم مش قادرين يفسروا ان ممكن الانسان يتواجد في زمانين ومكانين مختلفين، ان هو بيقدر طبعا هم مش قادرين يكتشفوا حاجه زي كده لحد دلوقتي، ان هو يقدر بطبيعته كجسيم؟ لا هاي مبالغات، هاي مبالغات يعني اكسترابوليشن خارج الصندوق. يعني بيجي بيحكي لك والله انه الالكترون موجود في مكانين، لا هو مش موجود في مكانين، هو موجود في مكان واحد، لكن احنا عملية الرصد عندنا فيها إعاقة معينة بتخلي انه يصير عندنا هاي المشاكل. حتى على الإلكترون مش صحيحة، حتى على الإلكترون مش صحيحة، لكن احنا بنتكلم على الماكرو وورلد اللي هو العالم اللي احنا عايشين فيه، فهي بالتأكيد مش صحيحة، او على الأقل احنا ما قدرناش نرصدها بالشكل اللي هم بيزعموا فيها. ففي ناس زي ما حكينا احنا بتاخذ النقطة وبتعمل منها جبل، او بتاخذ نقطة واحدة وبتقول لك انا من النقطة هاي شفت الكون كله. لا، انت شفت نقطة واحدة وحتى فسرتهاش ما فسرتهاش صح، وعمالك بتعمم على كل شيء آخر، وهي مشكلة احيانا احنا بنصادفها مع تبسيط العلوم، انه بيجي شخص بياخذ جزئية محددة واحدة وبيبني عليها قصة خيال علمي، فعليا اكثر اقرب الى الخيال العلمي منها الى الخيال منها الى العلم. بس فانا يعني اتذكري هذا الكلام، لو بيجي بيحكي لك واحد انه والله الالكترون موجود في مكانين، لا احنا هو قد يكون، هاي كلمة قد بيسقطوها، بقول لك هو فعلا موجود في مكانين. فهذه قصة يعني احنا لازم نقولها. الافلام هذه لانه فيها سسبنس، ده مبدا ديبراولي، عشان انا درست كيمياء وفيزياء، ده مبدا كان ديبراولي او مبدا الشك، ان هو ممكن ان هو يتواجد، انه مش عارفين يحددوا مكانه بالضبط حوالين النواه. بالفعل ده مبدا موجود في الكيمياء. لا لا, لا لا يا اسماء، ده دخلت جدا. لا لا اتفضل حضرتك، اتفضل يا دكتور. الانسرتينتي برينسيبل، مبدا عدم اليقين بتاع هايزنبرغ، شو اللي الأستاذ سامر كان بيتكلم عليه؟ سامر بيتكلم على الاحتماليات، probability wave اللي هي في الزمان والمكان، الويف فانكشن اللي انت أخدتيها كانت موجودة في الـ X والـ T، موجودة في الزمان والمكان. الموضوع هنا مختلف، دي ويف فانكشن، دي دالة موجية بتمثل احتمالات الإلكترون أو الجسيم أيا كان هو. الـ uncertainty principle موضوع تاني خالص، بيتكلم عن مدى قابلية الـ accuracy بتاعت القياس، ودي ليها علاقة بترابط الكميتين اللي انت بتسيهم مع بعض، هل هما كوميوت، هل في بينهم بعض كوميوتيشن ريليشن، مش عارف هيبقى تبسيطها ايه بالعربي، ولا ما فيش. بس بينك درس فيزياء اعتقد اخدت الكوميوتيشن ريليشن حتى في الرياضيات. ففي فصل بين المواضيع يعني، بس عشان ما نبحثش عن يعني ما نتعمقش قوي في مسألة الكوانتم ميكانيكس، سيبها الدكتور معتز العدو. ليس ان حضرتك شكرا يا الآن دور إس. اتفضل يا إس إسراء. مش عارف إذا نيورون إيش دوره ولا لا. نيورون سوري، لأنه راح وطلع ورجع. اتفضل بعدين أنت يا إسراء. نيورون اتفضل. مرحبا، عندي سؤالين على السريع. السؤال الأول، هل شو اسمه تيار مكون الإلكترونات اللي هو في الكاثود يمشي بين الكاثود والأنود، هل له مجال مغناطيسي؟ نعم، هذا السؤال الأول. طبعا أي شحنة متحركة لها مجال مغناطيسي، يعني من دون واير، هذا المقصد انه فقط أي شحنة متحركة لها مجال مغناطيسي، لازم تكون متحركة بس. أيوة تيار أكيد متحرك. طيب السؤال الثاني، لو عندنا حلقتين دائرتين أو يعني في الشكل دائري، واحدة وسط الأخرى وماشي تيار في كل الحلقتين في نفس الاتجاه، انا اعرف انه يكون في قوه تجاذب بينهم، لكن لو كيف لو مثلا كل حلقه يعني حنا حركناها عكس حركه الاخرى، كيف راح؟ لا لا لا، ما اتكلم عن تيار، اتكلم حركتها هي نفسها ماديا.
بصير تنافر. ما هي انت المغناطيس علشان يصير بينك بين قطبي المغناطيس يصير تجاذب، بيكون القطب الساوث بمقابل النورث. اذا قلبت المغناطيس الثاني بيصير بينهم تنافر، بيصير الساوث مع الساوث بتنافروا مع بعض بهذه البساطه. وهذه شيء ميكانيكي انت بتقدر تعمله لما يكون في عندك انت حلقتين بينهم او سلكين، خلينا نبسطها اكثر، سلكين ممكن انهم يتجاذبوا مع بعض اذا كانت الاتجاه التيار متناسب بينهم وطلع بهذا الاتجاه، واذا عكست التيار او عكست موقع السلك راح يصير في بينهم تنافر. بس هي بس تحولت انت من كهرباء الى مغناطيسيه. طيب الحقيقه الروم عدد الساعتين، واحنا دايما بنحاول نحافظ على الروم ديت في ساعتين بالضبط، فانا عن نفسي بضطر استاذن منكم لان عندي ارتباطات اخرى. اذا كان ارجوك استاذ، ارجوك استاذ. لا يا فندم حضرتك، انا الساعتين بالنسبه لي مقدسين شويه، بس الدكتور سامر والدكتور نسيم موجودين. اذا كان عندي سؤال كتير محيرني ممكن انا عندي سؤال كتير بيهمني ارجوكم، يعني انا كتير تعبان فيه وعم بستنى دوري، فبيهمني الاكبر كم من حضرتك. مفيش مشكله يا فندم، احنا نعمل روم اسبوعيه. طيب استنى فهد يا دكتور معتز، لانه من الاول بيبعت لي وعايز يطلع. انا ما اقدرش الحقيقه، انا عندي فعلا ارتباط لازم امشي. طيب خلاص خلينا نسال السؤال، واحنا اذا عجزنا فيه بنستشير الدكتور معتز بعد وهو اوفلاين. دكتور معتز خلي الروم بس انت شغاله وان شاء الله بنخلص اللي على الستيج. اوكي مع انه انا بحاجه لمساعده. شكرا. طيب انا بانتظار. لا قبلك يا فهد انت تفضلي. اسراء السلام عليكم، انا كان عندي سؤال اللي هو هل ممكن أن يكون في كوكب موازي لكوكبنا بمختلف المادة اللي موجودة في الأرض بالمواد اللي فيه؟ أو إذا كان موجود هل ممكن أن يكون في سفر حول هذا يعني الكوكب يعني آخر، أو يعني يوجد مقر شمسي أو مسار شمسي يعني شمس أخرى غير شمسنا اللي موجودة في اللي إحنا نتبع لهذا الحلقة الفلكية؟ والله شوفي هو لا يوجد شيء يمنع، بس هذا يدخل ايضا في اطار الخيال العلمي او الاشياء اللي خارج الفيزياء. يعني احنا ما بنقدرش نتكلم انه ممكن يكون في كوكب مثل كوكبنا، ممكن لا في شيء بيمنع، لكن يكون مطابق تماما لكوكب الارض اتوقع انه بس بعض المبادئ الاساسيه في الانتروبي تمنع وجود تطابق بهذه الطريقه. يمكن يكون في يعني افكار بالنسبه لهذا الموضوع شبيهه في الموضوع من ناحية ميتافيزيقية، يعني والله إذا في فكرة فلسفية عن الموضوع ممكن، ما في شيء بمنع، ما في ضرورة تمنع وجود هذا الشيء، إلا أنه الاحتماليات حصول مثل هذا الشيء قليلة جدا جدا جدا، يعني من ناحية احتماليات ممكن ولكن صغيرة جدا. ولكن زي ما حكينا إحنا كل شيء ممكن، يمكن بيحصل في مكان ما، لكن إحنا ما رصدنا شيء مثل هذا القبيل، ومش بمجموعتنا الشمسية ولا في أي مكان قريب علينا حتى الآن. سؤالنا استاذ سامر، في الكون بتاعنا الماده هي اللي موجوده مش الماده المضاده، يعني لو انا فهمتك صح بتتكلمي على الانتي ماتر، يعني في كوكب من الماده المضاده ولا مجرد كوكب شبيه بالارض؟ يعني مثلا يكون لما نشوف الفضاء انه يعني جدا كبير، يعني معقوله ان ممكن احنا الوحيدين في هذا الكوكب البشر؟ اوكي بس استاذ سامر كان بيتكلم عن نفس النقطه، بيتكلم عن كوكب تاني شبيه بكوكب الارض، مش مثال مطابق. لا مطابق لا، يعني يكون مثلا فيهم كائنات مثلنا أو مختلفة عنا، تكون مثلاً في بعد آخر أو في يعني. شوفي الأبعاد الأخرى إحنا منعرفش نرصدها، كوكب شبيه بكوكبنا أمر وارد، ممكن يكون في عليه كائنات الله أعلم، احتمالية كل مرة أنت بتدخلي واحدة من المتغيرات جديدة كل ما بتصير العملية إحصائياً أصعب، لأنه إنك تلاقي كوكب هاي صعوبة، إنك تلاقي كوكب زي كوكبنا كمان صعوبة، إنك تلاقي زي كوكبنا عليه درجات الحرارة المناسبة وفي مكان قريب من النجم اللي عنده، النجم اللي عنده مستقر ويمكن إنه يحتوي على ماء في الحالة السائلة، وا 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 وا. كل ما تضيفي واحدة من هاي أنت عمالك بتضيفي بتقللي الاحتمالية حصول مثل هذا الشيء. لكن اللي على الطرف الآخر إنه إحنا عنا عدد النجوم في الكون، مش بس بالمجرة اللي عندنا، عدد يعني بالستة تريليون ولا رقم مرعب من هذا القبيل على يعني تقديرات متواضعة. فهل يمكن أن يحدث هذا الشيء؟ يعني كل شيء ممكن، لكن هل يمكن أن يكون مطابق لكوكب الأرض؟ أتوقع أنه يعني هذه الاحتمالية راح تكون صغيرة، ولكن بدي سؤال عن كون موازي صح؟ أنه نفس الرابط اللي يسموها رابط هول حاجة زي كذا
دائما نشوفها في الأفلام، إنه في كون نفس كوننا، بشر نفسنا، بس هذا أقرب من الخيال العلمي، لأنه إحنا نظرية أو فرضية الأكوان الموازية هي وضعت لحل مشكلة أساسية اللي هي بداية خلق الكون، ما بنقدرش نثبتها وما بنقدرش ننفيها. الاحتمال وارد، إحنا ما بنقدر ننفي الاحتمال موجود، ولكن ما بنقدر نثبت النظرية لأنه إحنا ما بنقدرش ننظر خارج الكون تبعنا أو قبل بداية الكون تبعنا. يعني ممكن هل من العلم أن يكتشفوا هل في شمس تشبه شمسنا أو شمس مواد موجودة غير هذا الشمس اللي عندنا؟ شمسنا إحنا واحدة من نجم من مئات الملايين، يمكن مئات المليارات من النجوم الشبيهة بنفس شكل الشمس، حجمها يعني، أو خلينا نحكي بالفئة اللي 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 هي الشمس تعتبر منها، مثل النجوم اللي هي مستقرة اللي لها درجة الحرارة اللي إحنا عندنا، يعني نجوم متوسطة. دكتور نسيم كان فتح المايك وكان عايز كمان. هو سريعا هو اللي كان بيقوله السبب ببساطة إن إحنا ما فيش ما يمنع أن يكون في مجموعة شمسية أخرى في مجرة أخرى أو في مكان آخر، ما فيش ما يمنع. هي الفكرة اللي بنقول إحنا ما نعرفهاش، مش واردة عندنا في بالمفهوم بتاعنا، هي فكرة التطابق، إن يكون في بروجكشن كده، إن إحنا بروجكشن لمكان آخر، أو في نفس الناس اللي موجودة على الأرض دي في منها نسخ تانية في مكان تاني. ده هنا دخلنا في الخيال العلمي يعني، لكن ما فيش ما يمنع إن مكان في الكون موجود فيه حياة أو other life form يعني بشكل آخر، ده ما فيهوش مشكلة علمية. شكرا دكتور نسيم، شكرا إسراء، شكرا دكتور سامر. ننتقل لفهد، تفضل. بس أنا مش دكتور، بس بحب أنوه يعني دائما علشان. طيب إحنا عايزين نقول لك دكتور والله. لأنه علمك صراحة علم دكتور يعني صراحة. فهد تفضل. يعني أنا مقهور جدا أني ما قدرت أحضر من البداية، وحتى كنت حابب الكل الأساس يكونوا موجودين. لا أنا حلو، لا أنا في عندي سؤال حابب ليش يكون الكل موجودين، لأنه كتير بحثت عنه وللأسف عجزت عن أني أصل إلى نتيجة يعني. هي إلها علاقة بتجربة الشقين. أنا بقى نحن بنعرف، أنا هون عم نحكي، أنا هون سؤالي عن الناحية التقنية بشكل حصري. نحن بنعرف بتجربة الشقين، أما نحن بنطلق فوتونات أو إلكترونات. لما بيكون الكترونات في عندي مدفع الكتروني، وبالنتيجة في عندي شاشة هي تستقبل الكترون وتتحسس أين تم رصد الإلكترون. كذلك الفوتون في عندي مصدر ضوئي، وفي عندي شاشة عم تتلقى هالفوتون، هذا عم تستقبل، عم نقدر نتحسس أين سقط الإلكترون الفوتون عفوا. هي التقنية، أنا مهندس الاتصالات وعندي خبرة عالية جدا في الأجهزة الإلكترونية يعني. هي التقنية بين المدفع الإلكتروني أو مصدر الضوء واستقباله من قبل الشاشة فهمانة تماما إلكترونيا تقنيا، أنا هون عم أحكي. بس عندي مشكلة، وهي كنت عم أبحث عنها بشكل دائم ولم أصل لنتيجة، بدي الطريقة التقنية اللي تم قياس أو مراقبة الإلكترون عندما يمر بالشقين. بدي الجهاز، أصل لمبدأ الجهاز، لأنه أنا بحس أنه نحن دائما في عنا المشكلة بقصور أجهزتنا يعني. نحن المشكلة بهالتجربة، تجربة الشقين، عم حس انه الموضوع، طبعا انا الي يعني خلينا نقول الي افكار بهالموضوع هذا، ولكن كل الطرق عم توديني لشيء انه في عنا مشكلة باجهزة قياسنا، في قصور بالاجهزة. فانا طلبي انه اذا بتقدروا تساعدوني بس موقع او اي مكان ترشدوني له، اقدر بس ادرس هالجهاز تقنيا، الجهاز الطريقة اللي تم مراقبة الإلكترون عندما يمر من أحد الشقين، الإلكترون أو الفوتون. الإلكترون في توقع، وهو كارثي إذا كانت الموضوع على هالشكل، أنه يحطوا ملف قادر أنه يتحسس مرور الإلكترون بشكل كهرومغناطيسي. طبعا هي مستبعدة يعني، أنا كارثي إذا كانت التجربة بهالطريقة تتم. الفوتون كمان عندي مشكلة، كيف تم رصد الإلكترون هو عم يمر من أحد الشقين، الفوتون عفوا، كيف راقبوا الفوتون هو عم يمر بأحد الشقين. أنا بهمني هالتجربة العملية، الجهاز، كيف الطريقة التقنية اللي تمت لمراقبة الفوتون أو الإلكترون. إذا فيكم تفيدوني بكون من الشاكرين. ما هي سؤال جيد. بالنسبة للإلكترون الأمر أسهل، لأنه الإلكترون هو ماشي بخلق حواليه مجال مغناطيسي، فهذا الشيء ممكن انك تدتكت المجال المغناطيسي وحتى لو كان صغير عن بعد.
أما بالنسبة للفوتون فأنا مش عارف بالضبط كيف الطريقة، يعني هذه بحاجة إلى أني أبحث في أعرف نوع الديتكتر أصلاً اللي ممكن أنه يمر. لكن لو تخيلت أنت أنه عندك نوع من الزجاج اللي ممكن أنه لما يمر في الفوتون مثلاً أنه يعطيك انديكيتر معين. هو آسف السمر، هو إحنا ممكن. وإحنا قلنا يمكن اللي مش قاري كويس، هو إحنا قلنا أن إحنا بنقيس الإلكترون او الفوتون عدى من انهي ثقب، ولا احنا بنطلق سنجل الكترون او سنجل فوتون بير تايم، فبتفترض ان السنجل الكترون ده هيعدي من ثقب من الثقبين، مش هتفرق اي واحد فيهم يعني. لا لا انا بيهمني، عفوا انا بيهمني، انا مش قصدي يا فهد، انا بس عايز استوضح من استاذ سامر الحته دي، يمكن انا اللي فاهمها غلط يعني. معلوماتي ان انت ما بتقيس عند الثقب، ما تقيس ايه عند الثقب، لان انت اذا قست شيء هي ده تقيس. دكتور في فاريشن على التجربه نفسها اللي هي محاوله معرفه اي ثقب مر منه الالكترون في لحظه مروره من الالكترون، واحده من الفاريشنز عليها. ف اوكي فهمتك. اوكي تمام. وهذه الفاريشن اثرت على النتائج. احنا دائما القياس بياثر على النتيجه على فكره، مش اول ما ده اللي كنت متخيله، انك مجرد انت عشان تقيس هتحط ما قدامكش حل غير انك انت تحط سام الكترو ماجنتيك ويف او سام سنسور، وده غالبا هيأثر على الويف فانكشن نفسها. اسف على المقاطعه. عفوا، هون في سؤال. انا بمجرد ما احط ملف، معناته هذا الملف حتى يتحسس اي مجال كهرومغناطيسي، معناته انا عم اعمل تاثير على المحيط. كذلك الفوتون، انا طبعا انا الفوتون كاباسيتر برضه. كيف عفوا؟ ممكن كمان تحط كاباسيتر برضه، مرور الالكترون في داخله راح ياثر على المجال اللي حصل بينهم. نعم 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 ممكن، نعم ممكن، بس انا هون عم اخلق مجال مؤثر في المحيط، فانا كمان بيهمني الفوتون كيف دم رصده. طب كيف عم برصد الفوتون هون، وبذات الوقت الفوتون ما زال موجود عم بيتابع مساره. اذا مر في فوتو سنسيتيف ماتيريال، يعني مثلا غاز معين، وهذا الغاز بيسمح بانه لما يمر من الفوتون انه يعطينا اي نوع من الانديكيشن احنا ممكن نرصدها منه، بانه مثلا بهيج ذره معينه او بتبين بنشوفها احنا بمنطقه معتمه، ممكن نعرف احنا الفوتون هذا من وين مر. برضه مره ثانيه التجربه هاي دقيقه لدرجه انك انت مش متاحه، انه اتوقع الطريقه اللي انعملت فيها مش متاحه بشكل، ولكن تتكرر في اكثر من مكان من جامعات مختلفه نفس الطريقه اللي هم بيقوموا فيها بالتجربه. فاحنا بس بدنا نعرف شو نوع الديتكتر اللي هم بيستعملوه في مثل هاي الحالات. هذا اللي بدي اياه بالضبط. انا بدي هالحساس هذا او ديتكتر اللي عم يستقبل عم يقدر يرصدوا فيه الالكترون او الفوتون، لانه انا شوي عم اربط الموضوع بموضوع النسيج الزمكاني، انه الموضوع قد يكون ليس لا جسيم، قد لا يكون لا جسيم ولا يكون موجي. يعني هو انا احيانا هو هذا الحكايه ما بعرف ليش بربط الموضوع احيانا بموضوع الاهتزاز بال ممكن النادي دكتور معتز. لا هو دكتور معتز حكى نفس الكلام على فكره، اذا بترجع بالتفصيل ان شاء الله يعني حوالي 10 دقائق سامر عندك. بس انا مشكلتي انه ما بيحبش كلمه يعني نسيج. ايوه، لانه حتى هذه هي المقصود. لا على فكره انا مقتنع تماما اللي بنقوله ببساطه، هو ان انت اللي كان بيقوله معتز على فكره مزدوج، ان الالكترون ان كان الفوتون قد يكون شيء تاني، الطبيعه الموجيه هو شيء بين الطبيعه الموجيه والطبيعه الجسيميه. ممكن يكون احنا محتاجين نعيد التوصيف ده. في طرق مختلفه اللي كان الاستاذ سامر، ان في طرق مختلفه لفكره رصد الفوتون عموما، يعني رصد الفوتونات بيحصل عن طريق ان كان في ديتكتورز كتير موجوده. يعني لو انت عملت سيرش على جوجل هتلاقي في مجموعه من ديتكتورز. انا عملت كتير بحث ما قدرت اصل لاي نتيجه. يعني هنا ما عم يحكوا عن التجربه بطريقه تقنيه، هنا عم ياخذوك كحاله فيزيائيه فقط، ما حدا عم يقول لك بالتفاصيل التقنيه. فانا اذا في اي شخص يقدر موقع او رابط تقدر تفيدوني، بس انا بدي اشوف شو الادوات اللي استخدموها للقياس، لانه انا عندي تصور انه نحن المشكله بقياسنا. نحن عم نعمل اثر في النسيج الزمكاني. انا ما بعرف ليش ما بتقبل موضوع النسيج الزمكاني، مع انه انا مقتنع فيه بشكل كامل. حتى في عندي تصور كيف ممكن يكون، يعني احيانا بشبهه بالشيء المطاطي، انا بس بشبهه بالشيء المطاطي.
بالمختصر المفيد، إذا فيكم تفيدوني بأي رابط بأي موقع أقدر أبحث فيه لأصل لهالأدوات اللي استخدموها بشكل تقني، حتى أقدر أنا كإنسان يعني ملم بهالمجال أقدر أفهم هل طريقة القياس تقوم بأثر على النسيج. أنا بس هذا اللي حابب، إذا فيكم تساعدوني فكيف ممكن نتواصل ما بعرف. كلمة نسيج، بس شيل كلمة نسيج من الموضوع علشان إحنا نتكلم فيها. ما فيش نسيج إحنا عندنا هون، نتكلم عن حركة الضوء في مكان معين. على فكرة في التجربة موجودة نفسها ككت تقدر تشتريها جاهزة إنك أنت تعمل التجربة عندك في البيت. أنا هلا عم بدور، لقيت موجود منها على علي إكسبرس حوالي $70 ولا إشي زي هيك $50. interesting يعني انه انا بس على بدور على الاجهزه. تعملها مع ادجستبل سلتس وكل شيء، تعملها في البيت او بمختبر عندك مثلا او شيء زي هيك. طيب كيف احتمال يكون في وسط للمعدات الموجوده ساعتها؟ بس استاذنكم يا ممكن نطلع نيلز في اخر 5 دقائق لو امكن، يعني احنا خلاص اكيد يا دكتور نيلز بور شخصيا اهلا وسهلا. انت الان تجاوب على سؤالك يا اشتاين، والدكتور محمد عصفور كان نفسي يطلع ونقتحم الروم بس ما حصل. طب استاذ سامر اذا حصل، طب انا مالش مشان فاد. لا بس مشان انهي الموضوع، اذا الاستاذ انا خلص خلصت، بس اذا الاستاذ سامر يعني انا رجاء يعني منك اذا قدرت تحصل على اي رابط بس تبعت لي اياه بكون ممنونك جدا. حاضر، شكرا لك كثير، شكرا لكم كثير، شكرا لك. أتمنى أنه يكون الجواب عليك يعني. تفضل يا دكتور. أنا هنسمع نيلز عشان يعني نختم بقى، طولنا على الناس. تفضل نيلز. يعني مش عارف ليش العجلة في البيوت، مش طالع لا أطرح سؤال ولا شيء، طالع أعطي الفهد اسمه، يعني اسمه السينجل فوتون ديتكتور، والتاني هو البارتيكل ديتكتور. فيهم نوعين، فيهم CMS ديتكتورز والLHC ديتكتورز، فدور عليهم وعمل لي فولو وسيب لي مسج في الباك شانل وابعث لك الايكويبمنت كل الليست. شكرا. شكرا لك ولا يهمك. شكرا استاذ، شكرا كثير لك. شكرا استاذي، هلا راح ابعث لك رساله وان شاء الله بنتواصل باذن الله تعالى. شكرا كثير، شكرا تكرم. اهلا دكتور محمد عصفور، اهلا. والله دكتور نيلز يعني جابها. اسمه ايش مره ثانيه؟ CMS ديتكتور. يا عشان الفوتون يكون لا يكون السي ام اس بتاع الHC هتورط الراجل، لا يكون السي ام اس بتاع لا 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 في 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 ماركات. انا عارف يعني، انا الموضوع ظريف نفس وبعرف انا. احنا بنستعمل الفوتون كاونترز، بنستعملهم عاده علشان احنا بنقيس في شده اضاءه النجوم، فانا بتوقع انه ممكن استعماله برضه بنفس التجربه يعني بشكل محور يعني. في يعني في فوق سينجل فوتون ديتكتور موجود بيقيس فوتون واحد او يرصد فوتون واحد، والثانيين انت عارف الديتكتورز فيهم نوعين، السيمش والLHC وخلاص يعني انواع كثيره. فالمهم يعني التركيب الاكسبيرمنت والايكويبمنت راح ابعتها لك يا فهد، بس سيب لي مثلا. هو في كثير حساسات للضوء ممكن تستقبل الفوتونات، ولكن انا بمجرد انا في هون مشكله، انا عم حاول ادرس كيف التقنيه تبعوها، لانه بمجرد انا رصدي للالكترون بكون دخلته ضمن مجالي. وصلت الفكره؟ فممكن تكون المشكله بطريقه القياس نفسها. كيف هلا الالكترون ممكن اوكي انا احط وشيعه ملف وتحسس المجال الكهرومغناطيسي، ولكن المشكله بالفوتون كمان، انه كيف انت عم ترصد، كيف انت عم تراقب الالكترون وما زال، عفوا، كيف عم ترصد الفوتون وما زال الفوتون حر ويتابع مساره؟ ما انت رصدته من الاساس، انت اثرت عليه، انت اخذت من طاقته. وصلت الفكرة؟ أنا هذا الشيء اللي محيرني، إنه كيف قدروا يوفقوا بين هالموضوعين هدول؟ أنا عم شوفه بمجال الإلكترونيات هذا شيء مستحيل. لأنه في ال CPD يا فهد، الديتكتور نفسه في أنالوج أوبتيكال فايبر، which mean الفوتون يعني يمر في هذا الفايبر، و it make an impulse، الطاقة الموجودة في زخم الفوتون يتم تحرير جزء منها داخل. معناها انا ضبطت، معناتها انا ضبطت الفوتون، معناتها انا اثرت على مساره. بس لاحظ بس ثانيه، بس ثانيه يا بس ثانيه فاهمك شو نقطتك. بس ثانيه في تو لوز، الاول القانون، الثاني للثيرموداينامكس. كلامك صحيح، بس يو ميك اوبزرفيشن از نوت
الباسيف يعني ليست شيء لا يؤثر بشكل لا نهائي، لكن عندما أقيس أنا متغير واحد فأنا أعرف عبر يعني عملية الأوبزرفيشن quantity of energy التي أقحمتها أنا في النظام، نستطيع يعني بالالجوريثمز والإكويجن أن نزيد يعني نفس الإنرجي التي أو خصمها من النظام. نعم نخصمها من النظام بعد الكالكوليشن. والمشكل الثاني بيجي من الانسرتينتي برينسيبل لهايزنبرغ، خلاص يعني اي كونجيكيتد فاريبلز هناك حدود للقياس الممكن. فهل اور ماشينز يعني عندها ليميتس وتستطيع انها تعمل قياسات لحدود معينه؟ نعم، لكن الانسرتينتي برينسيبل از بيوند ذات، يعني اتس ا فاندمنتال لو ان نيتشر، يعني في الطبيعه نفسها. ف النقطة باختصار يا فهد إنه نحن نعرف يعني كمية الإنرجي المدخلة في هذا النظام وخلاص في الكالكولس نطرحها، يعني نشيلها من التوتال ريزولتس، وهذه الفكرة. طب أوكي، أنا بانتظار إذا بتبعت لي رابط. هلا راح أبعت لك رسالة مع إنه يعني في هون شيء، لا يعني في شيء عم بفوت حضرتك، يعني أنا هون مين موضوع الطاقة إنه أنا والله اجتزأت شيء من الطاقة وصار في عندي حسابات، لا لا أنا هون عم أثر على الحركة، عم أثر على المجال بشكل كامل، أنا هون تدخلت في المجال في المسار. على كل حال مشان ما نطول زي ما حكيت لك أنا بمرور الضوء في زي ما حكى فايبر بيعطيك إمبلس معينة بتخصم جزء من طاقة الضوء اللي صرفها في مروره بهذا الجسم. إذا عملت زاوية السقوط تساوي زاوية الانكسار أو رأسي على زاوية الجزء اللي هو داخل فيها، فأنت ما راح تغير في مساره شيء، راح يضل مساره زي ما لكن أنت هذا الضوء. هذا بالنسبة للضوء. وبالنسبة للإلكترون نفس الشيء، أنك أنت بتمرره في مجال إما كهربائي وإما مجال مغناطيسي أو حتى مجرد ديتكتر للمجال المغناطيسي يمر فيه، إن كان نعرف هو بأي واحد منهم مر. الأمر أسهل بالنسبة للإلكترونات، وحتى بالنسبة لجسيمات ألفا برضو بتتعرض لنفس الظاهرة أيضا. فجسيمات ألفا كتير أتقل من الإلكترونات، فبرضو عندها نفس القابلية أو نفس القدرة على الخاصية المزدوجة لمثل هاي الجسيمات. إحنا عارفينها جسيمات، إحنا متأكدينها جسيمات، إحنا رصدناها، لكن في مثل هاي التجربة بتطلع بالطريقة الغريبة اللي هي بتصرف كموجات. فحتى لو أطلقناهم واحد واحد يا زباين زي ما أنتوا عارفين. شو في هون، أنا ما بدي أطول عليكم بس أنا باعتقادي أوكي نحن متأكدين أنه هي جسيمات، شو اللي بثبتنا؟ ما نحن أساسا عم نحط أجهزة قياس، يعني أنا عم أرصد موقع من الإلكترون، إذا كان في موجة احتمالية مجرد وجود شاشة معناتها هي شاشة رصد، معناتها أنا قدرت أخذ حالي، ولكن من بعد ما قمت بقياس هذه الحالة أو موقع الإلكترون هل ما زال الإلكترون موجود؟ هل ما زال هل ما زال يتجول؟ فهمت علي استاذ سامر؟ وصلت الفكرة استاذ سامر؟ لأنه أنا رصدته في مكان، ولكن أين الإلكترون بعد رصده في هذا من هذا المكان؟ ما بترصدش مكان الإلكترون، أنت بترصد النتيجة، بترصد الظاهرة، هل في تداخل ولا ما فيش تداخل؟ هل في انحراف اللي هو الديفراكشن ولا ما فيش انحراف؟ ما فيش ديفراكشن. الخواص دي هي خواص جسيمية أو خواص موجية؟ انت هنا لا استاذ، انا عم حاول ارجع لورا، انا رصدت الالكترون، انا اوكي انا هدفي هلا اشوف الموجه الاحتماليه، انا رصدت الالكترون وقلت الالكترون استقر هون، ولكن هل فعلا استقر؟ هل الالكترون خلاص انتهى انا سحبته او نزلته لجهازي، ام ما زال الالكترون موجود يتجول في كل مكان؟ لا استاذ كثير مهم النقطه، بس هذا كثير مهم النقطه. احنا بعد ما وصل لشاشه الرصد النهائيه خلاص احنا هذه الظاهره اللي احنا عملنا بنشوفها، اما هو شو صار له هيك مش مهم، خلاص انتهينا منه. لا استاذ سامر والله يفكر فيها شوي، ان اذا بتحس انه لا من بعد انا ما رصدته شو صار بالالكترون، فليش انا عم بسال على اجهزه القياس؟ لانه حصل حاجه الالكترون يا فهد، الالكترون هيفضل الكتروني هيتحول لطاقه بشكل ما، لكن لازم هيفضل الكترون، اتس ان اليمنتري بارت، سوري فاندمنتال بارت، مش هيروح. لا انا شو الفكره، هنا عم يفترضوا موجه احتماليه، يعني الالكترون موجود في كل مكان، في كل مكان هنا هيك عم يفترضوا حاليا. اوكي طيب انا بعد ما رصدته هل ما زالت الموجه الاحتماليه؟ هل انا رصدت مكان الالكترون ام رصدت حاله من حالات الالكترون؟ اذا وصلت الفكره خليني احكي لك شغله. انت بناء على النتيجه انت عمالك بتعطي الاحتمالات الموجوده، وهو مش موجود في كل مكان، هو موجود الاحتمالات تبعت وجوده هي في هاي الاماكن المحدده اللي هو باتجاه
حركة الإلكترون بعد خروجه من الشق بسبب حدوث ديفراكشن له مثل ما بيحدث للموجات، تمام؟ لا استاذي انا اعطيك عمق اكثر للموضوع. الطريق انت ما بتقدر تحدد وين هو في هذه اللحظه، هو ممكن يكون في اي واحدة من هاي الاماكن. نعرف وين كان بمجرد سقوطه على الشاشه اللي بالخلف انه اوكي اخذ هذا المسار، هذه بنقدر نحددها بسهوله. بس ده مش هدف التجربه اصلا يا استاذ سامي، حاول افصل الشق المزدوج عن انت عايز تسال عن ايه، عن الالكترون عشان يا استاذي. هي مش هدف التجربه، ولكن ليش انا عم احصل على هيك نتائج؟ لازم ارجع لورا، لازم اعرف تصرفات الالكترون بعد الرصد، هذا ممكن يعطي نتائج اخرى او يفهمني شو عم يصير بالضبط. ليش انا احيانا عم ارصده كموجه أخر. ليش احيانا عم ارصده؟ هذه المشكله يا فهد، هذه المشكله. يعني انت دلوقتي لما خدت الالكترون، هنفترض ان انت بتستخدم جاز ديتكتور، الجاز ديتكتور ده الالكترون هيدخل فيه وهيعمل ايونايزيشن ويتحول، خلاص انسحب هنا لتيار كهربي، تحول لتيار كهربي في سلك، خلصت لحد كده بالنسبه للالكترون. يو كان ديستينجوش ات، لو بتعتمد على طريقه القياس. هذا الكلام لو كان صحيح، عفوا هذا الكلام كلامك سليم الكترونيا، هذا على مستوى الالكترون الكهرباء بشكل كهربائي، ولكن طيب اوكي انا كيف رصدت الفوتون والفوتون ما زال عم يتابع مثلا، حولته لنفس الشيء انا نزلت الفوتون على فوتو الكتريك بالظاهره الكهروضوئيه الالكترون. لا عفوا انت فهمني صح، انا عم احكي لما بيمرق الفوتون من قبل من الشقين قبل رصده عن طريق الشاشه، لما انا رصدت الالكترون كمان المفروض خلاص يتحول لطاقه داخل السلك الالكتروني، وصلت الفكرة؟ ثانية. ولكن في التجربة العملية ما زال فوتون يتابع مساره. بعضها يا أستاذ فادي. اللي الشاب كان بيقوله لك بالضبط، اللي كان نيلز وأستاذ بيقوله لك، لما بتيجي تشتغل على فوتون أنت بتحتاج طريقة قياس معينة، لأنه ما هوش جسيم في الطبع، ما هوش جسيم، هتحتاج لطريقة معينة، فبتستخدم الفايبر أوبتكس. هتيجي مع الإلكترون في طرق مختلفة. الفكره ان انت بتديزاين التجربه بتاعتك بناء على انت عايز تقيس ايه، اللي انت بتقيسه وهتقيسه ازاي، هدف التجربه، الهدف اللي انت بتحاول توصل له او بتدور عليه هو اللي هيحدد الكونستراكشن او التصميم بتاع التجربه بتاعتك. طيب انا راح اقرب لك الموضوع. نفرض الالكترون هو عباره عن طاقه، مجرد طاقه، يعني هو ليس لا جسيم ولا 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 موجه، هو مجرد طاقه. أنا قد أكون رصدت جزء من هذه الطاقة، ولكن ما زالت الطاقة تتجول في المكان. وصلت الفكرة؟ عزيزي احنا حكينا لك لما بمر الضوء أو جزء الفوتون في المنطقة مثلا اللي هي الفوتو سنسيتيف ماتيريال فايبر مثلا أوبتيك، في هذه الحالة لما يمر فيها رح جزء من طاقته يخسرها، لكن هو راح يستمر بنفس الاتجاه اللي عنده. هذا يعني تبسيط كبير جدا للموضوع. اوكي بس انا هذا الشيء ان ميد فلايت ممكنه انه هو اثناء مروره بالشيء انك تشوفه. وكمثال على هذا الشيء، انك انت جبت جسم مثلا او زجاج مش مغبش مثلا، اللي هو ممكن انك تشع عليه ضوء راح تشوفه هو كمان مضيء، مع انه هو زجاج، لكن جزء من والضوء مر منه، لكن جزء من الضوء ما مر وطاقته تحولت الى نوع من التشتت في هذا الجسم. ممكن تستعمل زي ما طيب. احنا فكره الكهربائيه استاذ، مشان ما نطول بالموضوع، انا بس كل ما هنالك عم حاول انا احصد او حاصر التجربه من كل جوانبها، عم حاول اكتشف هل هناك ثغره في هذه التجربه، بس مو اكثر. انا هون عم حاول انا اوصله. ليش عم حاول ادرس المواد اللي او العناصر اللي استخدموها بالقياس؟ لانه في احتمال في عندنا مشكله هون تكون بطريقه القياس، يعني في ثغره بالقياس. يعني هلا مثل ما قال عم بقول لي انت دخلت الامور في بعضها، لا انا ما دخلتها في بعضها، انا خليني اعتبر اي جسيم هو عباره عن طاقه، انا خليني اعتبر اي جسيم كان الكترون ولا فوتون، انا في عندي طاقه متحركه، انا قد استطيع القياس جزء من هذه الطاقه. وتسقط الفوتون او الالكترون على الشاشه، قد اكون انا قصد جزء من الطاقه، ولكن ما زال الجزء الاخر يتجول في المكان. يعني ممكن تكون الثغره بقياسي انا. بس مش مهم، احنا الشاشه النهائيه هذه هي اللي اعطتنا الشكل اللي احنا لا استاذي كيف مش مهم؟ لا لو كان انا اذا كان شيء انا عم ابحث عنه صحيح، لانه خلص معناتها لا لازم لا يعني انت رصدت صح، انت رصدت الحاله اللي بدك اياها، ولكن انت ما عم ترجع شو عم يصير بعدين. يعني صار في شيء اخر مثلا غفل
بتفهمش ليش عم ليش بالمراقبه عم بيصير هالشيء؟ ليش عم تتحول ليش عم تتحول من جثي بعد الرصد؟ بعد الرصد يعني ايش رح تستفيد هون؟ هون بفهم الثغره اللي عم بتصير بالقياس. هذا بيعود بيبرر لي ليش انا احيانا عم اقيس انه هو عباره عن موجه احتماليه، وليش من خلال المراقبه انا عم شوفه كجثيم. المشكله مو بالالكترون او الفوتون، المشكله بطريقه قياسي هون بتصفي. المشكله بتصير بالقياس جدا. اسمع، طريقه القياس مش حتى لها، مش من القرن العشرين طريقه القياس، طريقه القياس قديمه جدا. الديفراكشن لاينز هاي اللي عملها بتحصل اللي هي الطبيعه بسبب الطبيعه الموجيه للاشياء هاي احنا ممكن نشوفها بعينينا، بامكانك انك انت بعينك تشوف النتيجه بشكل مباشر. عارف علي؟ ما بعتذر سوري بس ما بدك انت حتى يعني اجهزه متقدمه ومتطوره حتى انك تعمل هذا الشيء. الامر حاصل ويمكن مشاهده نماذج التداخل اللي عمالها بتظهر امامك. مش قصه مشكله، انا مع احترامي لك يا استاذ شو حصل بعدين صمت. انا مع احترامي انا بحس المشكله بطريقه القياس. انا بحس الموضوع لا ابدا ابدا مو بسيط، يعني انه والله تجربه بسيطه. لا انا عم حاول ادور على ثغره بطرق القياس، انا عم حاول ادور على الثغرات اللي بطرق القياس اللي عم تعطيني نتائج مختلفه ما بين الموجات الاحتماليه وما بين يتحول الفوتون او الالكترون لجسم. يا فادي من بدري انت بتفكر بعقليه المهندس، ان بدل ما النتيجه اتغيرت ده مشكله في الانسترومنت اللي هنستخدمها او في الادوات بتاعتنا. الفيزيكس مش كده، الموضوع مش كده عندنا. الموضوع عندنا ان في ظاهرتين، الظاهرتين دول يمكن تفسيرهم فيزيائيا دون الاحتياج ان احنا نقول ان في اي مشكله في طريقه القياس. ليه؟ لان الظاهرتين سواء كان الديفراكشن او كان الانترفيرنس، الظاهرتين ظاهرتين فيزيائيتين من عند نيوتن ومن قبل نيوتن كمان. ممكن بسببي انا كتقني اثر على نتيجتك كفيزيائي. وصلت الفكره؟ ممكن انا كانسان تقني اثر على نتيجتك كفيزيائي. هون المشكلة أنا عم حاول اللي عم حاول أوصل لها وأبحث حواليها. على كل حال مشان منطق النقاش، شكرا كثير. شوف كلامك صحيح، بس التجربة هاي اللي هو النتيجة اللي أنت إحنا بنشوفها بشكل مباشر أبسط بكثير من إنك أنت ترجع بالمشكلة على أدوات القياس، لأنه النتيجة مشاهدة بالعين المجردة. يعني حتى أنت ما بحتاج لراصد علشان إنك تشوف النتيجة اللي حاصلة. وهنا هي المشكلة. أستاذ كيف تفسر؟ رغم هيك تفسر هاي استاذ سامر، انت شفت النتيجه ولكن كل العلم غير قادر يفهم شو عم يصير. قد تكون المشكله هي بطريقه القياس. يعني شايف انا هذا اللي عم حاول، ليش انا ما عم اقدر افهم شو عم يصير؟ ليش انا عم شوف الالكترون في كل مكان وبمجرد ما اني ارصده عم شوفه تحول الى جسيم صار له مكان؟ والله انا حاسس انك انت مش فاهم التجربه كثير، يعني انا بعتذر. بس اللي حاصل انك النتائج اللي عم نشوفها بنشوفها بشكل مباشر، النتيجه تبعت الضوء مثلا بالتحديد، انت عمالك بتشوف النموذج التداخل للضوء هاي، في حين انك انت لما بترسل مثلا فوتون واحد وفي اجهزه بتطلع لك فوتون واحد، انت عم تشوفه بيتحرك كانه بارتيكل بهاي الحاله. ف النتيجتين موجودين، التنتين موجودين. يا استاذ سامر، انا النتيجه كلياتنا الرصد في الوسط، الرصد مشكلتي في الوسط قصة مختلفة. الرصد في الوسط قصه مختلفه، الرصد في الوسط لمحاوله معرفه كيف عماله بيتحرك بهاي الطريقه، هاي المساله بالنص. لكن النتيجه النهائيه موجوده والتجربه موجوده وممكن ويتم اعادتها دائما، يعني مش انه تجربه حصلت مره وما عدنا عملناها، لا تتكرر كثيرا. استاذ سامر، ما حدا عنده خلاف على النتيجة أو على النتيجة اللي طلعت، كلياتنا متفقين عليها وعم نشوفها. ولكن لما بنرجع نحن لورا قبل ما نحصل على النتيجة، أنا هذا هون هذا اللي عم ببحث فيه. ليش لماذا أنا وصلت إلى هذه النتيجة المحيرة اللي لا يستطيع عالم أن يجيب عليها؟ بيقول لك اخرس وأحسب خلاص انتهت الموضوع. لا، أنا بدي أرجع لورا أشوف ليش عم أحصل على هالنتيجة. قد تكون المشكلة في الخطأ في القياس، في طريقة القياس. أنا هذا اللي عم أبحث عنه. على كل حال فرصة سعيدة. بس أنا وعلى الأستاذ نيلز أرسل لك اللي حكى والله يا ريت. يعني أستاذ نيلز شكرا كثير له، شكرا لكم على سعة صدركم. شكرا دامر ونسيم على الجواب، ونيلز على مشاركتك في جواب الفهد. و ثانك يو. لو سمحت قبل ما تغلقي يا صافا، لو كانت يعني عشان التجربه يعني تعادت بطرق اكثر دقه، اللي مستحيل يعني حرفيا انك تعملها لحالك، يو نيد هيوج ديتكتورز. بس نفسها تجربه اللي نشرها يونغ يعني بتعتمد على سي دي تارجت تقريبا 13 او 14 نانومتر ليزر سلايتس، اللي هي هذه
القطعه اللي فيها الثقبين زي ار فلتر وموساي ميرور وسي سي دي، هذا اللي تدور عنه يا فادي، يعني التركيبه في ابسط اشكالها. انا ما عم دور على التجربه بقدر ما انا عم قد اطرح فكره الثغره وين عم تصير. طبعا انا ما عندي قدرات اني اعمل التجربه، يعني قدرات يا نفسها في مثلا لما عشان شلت نقاط كثيره direct detection of a single photon by humans اتنشرت في 2016 في نيتشر، والتبيانه نفسها يعني البروتوكول موجود schematic of the experimental setup and characterization of a single photon quantum optical light source في الثانيه، بس يعني ذكرني لا بعتهم لك في الثانيه شو اسمها بالله دقيقه التايتل عشان wave particle dualism and complementary and revealed by different mode، وخلاص يعني التركيبه كلها محطوطه بكل التفاصيل. فاذا عندك القدرات تحصل هالماتيريالز والديتكتورز والسنسر اللي شغالين عليها اوكي جواهد يعني، بس ما اعتقد كل هذه الديتكتورات يعني متوفره في اي جامعه، مش من السهل الحصول عليها، مواد جد تقنيه وجد غاليه الثمن. انا ما بهمني احصل عليها بقدر ما افهمها فقط لا غير. انا في الادوات الموجوده بين ايدينا موجوده في السوق، في كتير حساسات بتقيس الفوتون وبتقيس الالكترون، بس انا بدي اعرف التقنيه هنا تبعها. وكل حاجه شكرا كثير. مارجن اوف ايرور خلي هدف بال. شكرا كثير لكم، شكرا على سعاده الصدر. شكرا صافا على اتاحه الفرصه. شكرا دكتور سامر، شكرا دكتور نسيم، شكرا للمستمعين، وشكرا لدكتور معتز ومحمد الشمري. 5 ثواني ونسكر الروم. انت يا دكتور سامر عد العد التنازلي. نطلق صواريخ احنا ولا ايش؟ طيب نشكر الجميع طبعا على المشاركه وعلى الحضور، وان شاء الله فرصه لكم انكم تتابعوا او تنضموا لملتقى العلوم اللي هو الكلاب اللي عمله دكتور معتز. وما تنسوا دكتور معتز طبعا علشان انه كل ما بيفتح روم او بيتواجد بروم انكم تتابعوا وتستفيدوا من العلوم اللي بيقدمها دكتور محمد الشمري، دكتور نسيم، وكان معنا الدكتور محمد ايضا نزل قبل شوي. فان شاء الله هذا اللقاء اسبوعي ومسجل وبينزله دكتور معتز ايضا على قناته على يوتيوب، فاذا حبيتوا انه تعملوا ريفرنس له مره ثانيه راح تلاقوه موجود. نشكركم جميعا، نشكر دكتورة شتا على المودريشن الرائع، الله يعطيها العافيه، غلبناها معانا. وإن شاء الله هنقفل الروم خلال 5 ثواني. 4 3 2 1 السلام عليكم، نراكم في الروم القادم.